بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على برنامج الأدوبي بريمير، هنشتغل على فيرجن CS5. مبدئيا اول ما نفتح البرنامج بتاعنا يبقى قدامي ان انا افتح بروجكت قديم او ان انا اعمل نيو بروجكت، او اختار اي حاجه من البروجكت اللي كنت لسه شغال فيها قريب، يعني ريسنت بروجكت. فهقول نيو بروجكت، بيطلع لي ان انت هتختار البروجكت بتاعك، عايز التايتل سيف اريا، عايز الجزء اللي هو بيبقى دايما بيبقى اللي بنسميه سيف اريا، بيبقى من فوق وبيبقى من تحت. بتختار كام في المية هوريزونتال وكام في المية فيرتيكال. الفيديو بتاعك الفورمات بتاعته هتكون تايم كود ولا فريمز ولا فيت وفريمز، فهنشتغل تايم كود. الاوديو بتاعك عايز تخليه ملي سكندز ولا سامبلز. الكابتشر احنا مش هنتكلم على الكابتشر، بس عموما الكابتشر قدامك تكابتشر فورمات بالدي في او اتش دي في. لو عندك الهاردوير في حاجه بتسبورت ان انا اسرع الريندر بتاعي بالهاردوير، فهتلاقي ان دي افيلبل عندك، لكن احنا عندنا مفيش، فهنشتغل على السوفت وير بتاعنا، مش هن مش هن مش هن مش هنتعامل مع هاردوير معين عشان اكسلريت السرعه بتاعتي. وبعد كده بتختار اللوكيشن بتاع البروجكت بتاعك فين واسم البروجكت ايه. اوكي هندوس اوكي. هو بيقول ان البروجكت كان موجود قبل كده، اقول اوكي سايف عليه. بعد كده يطلع لي حاجه اسمها سيكونس، كل شغلنا هيبقى على السيكونسز. يعني دلوقتي مبدئيا الفيديو بتاعك بيكون ليه عدد فريمات معين، واحنا عارفين ان اي فيديو او اي حركه لازم تكون بفريمات كتير، وكام فريم يمثل الثانيه، ده هو اللي بنسميه الفريم ريت. وطبعا كل فريم ليه السايز بتاعه، او كل فيديو ليه السايز بتاعه، الويدث والهايت. فالسيكونس كل سيكونس من دول تقريبا يعني 99% من كل السيكونسز اللي موجودين في الدنيا. فبتختار السيكونس اللي هيناسبك للي انت هتشتغل عليه. طب افرض انت مش عارف هتشتغل على انهي فيديو والسيكونس بتاعه عامل ازاي، اختار اي واحد، وبعد كده ممكن اعدل اعمل نيو سيكونس من جوه. لو مفيش ولا سيكونس من دول اتناسب معايا، هاجي من جنرال واختار السيتنجز بتاعتي، بقى هقول ان الايديتنج مود بتاعي هيكون عامل ازاي، اختار بقى الايديتنج مود بتاعي من اللي هو اختار التايم بيس بتاعي كام فريم بير سكند. طبعا كام فريم بير سكند مربوطه بالايديتنج مود اللي هتختاره. لو اختار الديسكتوب يبقى انت دلوقتي متاح قدامك انك تعمل ايديتنج لاي حاجه، تختار بقى انت بايديك، انت اللي هتظبط الايديتنج مود جديد بتاعك. فتقول انا عايز الفريم ريت بتاعي يكون كذا ثانيه، الفريم سايز يكون كذا في كذا. لكن لو اخترت واحده من الايديتنج مود اللي ثابتين عندي ان هو مثلا زي نقول اتش دي في، فخلاص الفريم ريت بقى قدامك اختيارين، الفريم سايز ثابت، البيكسل اسبيكت ريشيو اللي هو الويدث في الهايت كام في كام ثابت، display format كام فريم بير سكند، عايز اشتغل بالتايم كود ولا بالفريمز، دي ممكن تختارها، والسامبل ريت. طيب اوكي هندوس اوكي. طبعا اخر حاجه برضو عشان نخلص موضوع السيكونسز، في عندي الباور بتاع التراكس، كام تراك في السيكونس. يعني دلوقتي انا عندي السيكونس اللي انا هشتغل عليه عايز يكون فيه خمسه تراكس، اقدر احط خمس فيديوهات في خمسه تراكس مختلفين، مش لازم يكونوا كلهم في نفس التراك. الاوديو بتاعي كام تراك، وعايز يكون الاوديو بتاعك مونو ولا ستيريو ولا 5.1 ولا 16 شانل زي ما انت عايز. وبتختار برده كام تراك في الاوديو، فاحنا هنختار الديفولت بتاعنا اللي هو 3. طبعا اي ايديتنج انا عملته، مثلا عملت جنرال بريسيت جديده، ممكن اعمل سيف بريسيت، ونفس الكلام في التراكس. احنا هنستخدم الديفولت، نختار اي واحده من دول مثلا وندوس اوكي. لما ادوس اوكي بيفتح لي البرنامج بتاعي، بيكون عندي الجزء ده هو البروجكت سبيس، بيكون السيكونس اللي انا عملتينه جنريت موجود عندي، لو سيكونس 01 اللي هو موجود عندي ان هو في الـ في الـ في الـ في, الـ في البار اللي تحت ده. ومن تحت ان هو بيبقى عندي الانفو بتاعت اي ميديا هتبقى محطوطه ان هو، اقدر اشوف الفريم ريت بتاعها كم، طولها قد ايه، الويدث والهايت بتاعها قد ايه، الهيستوري، الاكشنز اللي انا باخدها في البرنامج بتتخزن ان هو ممكن ارجع في اي اكشن فيهم واطلع تاني، نفس فكره الهيستوري في الفوتوشوب بالظبط. وممكن اعمل اضيف بقى حاجات ان هو زي ما انا عايز، فممكن اجي من ويندو اي حاجه مش ظاهره ممكن اختارها واحطها في المكان اللي انا عايزه. يعني زي مثلا عايز اعمل افتح الميديا براوزر بحيث ان انا اقدر اعمل امبورت للفيديوهات بتاعتي من غير ما ادخل على فايل وامبورت وكده، فادوس ميديا براوزر هتطلع لي هنا اهو.
الميديا براوزر نزل انه ممكن اسحبها واحطها في اي حته، احطها في السنتر هنا في الجزء ده بس في السنتر، او فوق الجزء ده يبقى مقسوم اتنين بالمنظر ده، او ممكن مثلا احطها شمال هنا اهو فتبقى كده، او ممكن اسيب كل الجزء ده كله امسكها من فوق اسيب الجزء ده كله وانزل تحت هنا اهو. ممكن لو جيت فوق هنا اهو حاططها تحط كتاب معدوله. الميديا براوزر دي بتعمل ايه؟ بتبقى الكمبيوتر بتاعك موجود قدامك وتختار الفيديو اللي انت عايز تشتغل عليه، او ممكن اختار الفيديو اللي انا عايز اشتغل عليه او الفيديوهات او الاوديو من فين، من فايل، واقول امبورت واختار اي بروجكت انا عايزه. يعني مثلا نيجي هنا في ماكس ونقول مثلا فيديوز ونختار اي فيديو، اي فيديو قدامي مثلا حاجه زي كده. تمام، الفيديو ده لما اخترته طبعا اخترته من فايل وامبورت، كنت ممكن اختاره من جزء تاني، هعمل ديليت كده واجي من ميديا براوزر ان هو، وانا عارف ان هو مثلا موجود في الاي، مش عارف موجود في الفولدر اللي اسمه مثلا 3D Max Work مثلا. تعالى نغير نختار حاجه تاني، مثلا نختار 3D Max Work تاني ونختار فيديوز، وهنلاقي ان هو قدامي كل الفيديوهات اللي عندي، اقدر اختار اللي انا عايزه. نقول مثلا 1 اوكي. فيديو زي كده انا اول ما فتحته هتلاقي ان هو اتفتح عندي في حاجه اسمها السورس بانل، تقدر تتفرج عليه، بس مش هو ده اللي هيحصل فيه ايديتنج. يعني دلوقتي هعمل بلاي هشوف حاجه بالمنظر ده. تمام، الفيديو انا دلوقتي لما عملت عليه دبل كليك اتحط عندي ان هو، لكن ما اتحطش في البروجكت، يعني ما اتحطش في البروجكت معايا. فانا ممكن يعني عشان احطه في البروجكت بسحبه واحطه ان هو فكده بقى معايا، او كنترول زد واسحبه من السورس واحطه ان هو الاثنين واحد. اخر طريقه ان انا اعمل امبورت دبل كليك ان هو واختار بقى اللي انا عايزه، يعني نقول دي. اوكي كده بقى عندي اثنين فيديو. طيب تعالى كده نبص كل فيديو من دول ليه الانفورميشن بتاعته مكتوبه ان هو او موجوده في الجزء ده. يعني هتلاقي ان الانفورميشنز ادي هنا هو او مكتوب اختصار ليها فوق. فهنلاقي ان فيديو زي ده عندي الاوديو بتاعي 4400 هرتز 16 بت ستيريو، عندي الفريم 640 في 480 الريشيو بينهم واحد، او البكسل اسبيكت ريشيو واحد 30 فريم بير سكند. تعال نشوف الفيديو الثاني اللي فوقيه، هتلاقي ان هو مثلا 23 فريم بير سكند، الويدث والهايت بتاعه مختلفين وهكذا. طيب انا اختار واحد منهم هيبقى هو ده السيكونس بتاعي، هعمل نيو سيكونس. يعني السيكونس ده اللي انا عملته وانا ما كنتش عارف انا هشتغل على الفيديوهات عامله ازاي، همسحه هقف عليه واجي من هنا اهو وامسحه. فانا عايز اعمل نيو سيكونس، عشان اعمل نيو سيكونس اعمله من فين؟ من هنا اهو نيو ايتم واختار سيكونس، ونختار السيكونس اللي يناسبنا. فاحنا هنختار فيديو من دول نمشي عليه. طب والتاني؟ ما التاني مش هيتناسب مع ده. فمبدئيا هاجي من فوق هنا اهو من اديت واقول بريفرنس واقول جنرال واختار حاجة مهمة جدا عندي، حاجة اسمها الديفولت سكيل تو فريم ريت. اني لو انا الفيديو اللي هحطه ده ما يتناسبش مع الفريم سايز بتاع السيكونس يحصل له ديفولت سكيل، بحيث ان هو يفت على السيكونس اللي انا عامله. طيب طبعا انا ممكن اختار بقى كام الفيديو ترانزيشن ديفولت ديوريشن، ممكن اختار كام فريم. الاوديو نفس الكلام، اللي هو التداخل بين فيديو وفيديو والتداخل بين اوديو واوديو. الايمج لو انا حطيت ايمج وهرميها في التراك بتاعي هتاخد كام فريم بير سكند؟ مش يعني هيبقى ليها مده معينه، ف 150 ممكن تخليها 30 فريم، معناها ان هي ثانيه لو انا شغال 30 فريم بير سكند وهكذا. هندوس اوكي على كده، وتعال نعمل بريسيت تناسب مين؟ تناسب الفيديو اللي فوق اللي هو واحد، اللي هو المفروض 23 فريم بير سكند. تعالى كده نيجي نقول نيو سيكونس، هتفتح لي البار ده. تعالى ندور على اكتر واحد يناسبنا هنا اهو 23 فريم بير سكند. هو دي صعبه شويه ان احنا نلاقي 23 فريم بير سكند، لان تقريبا معمول مانيوال، يعني متظبطه السيتنجز بتاعته مانيوال مش ماشيه على ستاندرد، بس تقريبا لقيناها 23 فريم بير سكند 700. الويدث والهايت بتاعه كان في كام؟ 720 480، يبقى ده 720 480، يبقى ده اكتر حاجه تناسبنا. دبل كليك كده السيكونس عندي اتفتح من هنا اهو، زي ما اتفقنا ان احنا سيبنا الديفولت بتاع التراكس، فهتلاقي ان في 3 تراكس للفيديو 3 تراكس للاوديو. لا هما كمان مش هتلاقي ان الاوديو فيه تراك 1 2 3 4، تقريبا احنا كان 4 في الاوديو سيبناها 4. اوكي ما علينا، يعني هناخد الفيديو زي ده
ونمسكه ونرميه في التراك لين اوف. تمام. لما اجي احرك البار ده هلاقي ان الفيديو بتاعي اهو. طبعا دي السورس دي ما لناش دعوه بيها، ممكن نركنها او نصغرها شويه كده. تمام. ادي الفيديو بتاعي بالمنظر ده. تمام. ممكن امسك الفيديو التاني وارميه يتحط جنبه او في تراك تحته او في تراك تحته زي ما انت عايز، او لو حطيته فوق كده اوتوماتيك هي جنريت نيو تراك مثلا، حاجه بالمنظر ده. تمام. طيب انا عايز الاثنين مثلا يبقوا شفافين على بعض شويه. اولا عشان ازوم ان فانا عندي تحت ادي زوم ان والزوم اوت، او ان انا اكبر يعني قصدي السكيل او اصغره بتاع التايم. فهنيجي مثلا على فيديو زي ده ونفتح من هنا اهو. هلا انا عندي حاجه اسمها ايه، شايفين خط الاورنج ده؟ هو ده يعتبر زي الشفافيه بتاعه الفيديو. فلما اجي اقللها شويه كده هتلاقي ان هو باين ومبين اللي تحته. لما اقللها خالص يبقى كده انا ايه لغيت الفيديو، وهكذا. انا ممكن كمان احط كي فريمز. يعني ايه كي فريمز؟ يعني ممكن اقول والله ان احنا هنبدا بدايتنا نبقى تحت، ونيجي في البدايه خالص ونحط كي فريم ونحرك كده ونحط نيو كي فريم، وامسك كي فريم الثانيه دي واحرك كده لفوق مثلا، فتبقى حاجه بالمنظر ده. يعني احنا ممكن نوطي بس السماعات كده شويه ونعمل بلاي، حاجه بالمنظر ده، وده بيعلى معايا مع الوقت، حاجه بالمنظر ده. تمام. طيب الاوديو، يعني دلوقتي انا ممكن دلوقتي الاوديو انا عايز الفيديوهات تبقى من غير اوديو، فخلاص هاجي عندي ده ممكن هقفل التراك كده، فلما اجي اعمل بلاي مفيش صوت طالع ولا حاجه، وطبعا ممكن امسحه واخلص، هقف على التراك ده رايت كليك واقول له ديليت تراكس، ديليت اوديو تراكس، عشان ما يعملش ديليت. يعني المفروض اختار انت عايز تراك الاوديو ولا الفيديو المربوط بيه، فكده مسحت الصوت بتاع ده وامسح الصوت بتاع ده برده نفس الكلام ديليت تراكس، واقول له سوري لازم اقف على الفيديو الخاص بي. انا كنت واقف دلوقتي على الفيديو بتاع العجله، دلوقتي هقف على الفيديو بتاع الميه، فهقف كده رايت كليك واقول له ديليت تراكس، نفس الكلام مفيش مشكله. اوكي نقف عليه ونكليك ديليت بس. تمام. طيب سوري سوري سوري، لان هو كده مسح الفيديو معايا للاسف الشديد. طب احنا عايزين نطمن بس هل الصوت شغال ولا لا. الصوت شغال للاسف. طيب يبقى ببساطه كده احنا ممكن نيجي هنا اهو رايت كليك ديليت تراكس ديليت اول، للاسف مش راضي يعني. اوكي احنا ممكن نقفله خلاص يعني. تمام. طيب تعالى نشوف شويه حاجات في الانترفيس، وده الهدف من الفيديو الاولاني ده. مبدئيا انا ممكن اقدر اعمل بلاي ليا من الفيديوهات بتاعتي من هنا، بلاي تبقى حاجه بالمنظر ده، فابقى بشوف الفيديوهات قدامي. ممكن اوقفها احرك البار بتاعي كده، ممكن استخدم السبيس في الكيبورد فيعمل بلاي، واستخدم السبيس تاني عشان اعمل ستوب. ممكن احرك كده واحرك الفيديو كده او ارجعه ورا كده، ممكن برضو احرك الفيديو كده او ارجعه ورا كده من هنا اهو. تعالى نرجع للسورس تاني، يعني تعالى نمسح الفيديو ده وتعالى نخلينا كده، وتعالى نمسك الفيديو بتاع العجله ده تاني ونشده نحطه في السورس، او ندبل كليك عليه. سوري معلش، دبل كليك عليه. تمام. هو قدامي موجود هنا، هو ده بتاع الميه، انا مش عايز بتاع الميه، انا عايز بتاع العجله، فدبل كليك. تمام. لما اجي احرك البار كده انا شايف الفيديو قدامي. طب انا مش عايز احط الفيديو ده كله في السيكونس بتاعي، انا عايز اختار حتت معينه. فعشان اختار حتت معينه ببساطه في عندي حاجه اسمها set in point و set out point، او اختصارها i للان و o للاوت. فهدوس كده اهو واجي احرك شويه واعمل كده اهو، فبقى عندي الحته دي كده انا عامل ان واوت ليها. لو مسكت السورس ورميته في السيكونس هيتحط الحته دي بس، فتلاقي ان الحته دي بس هي اللي بقت معايا. طب عايز اختار حته تاني، اوكي تعال نيجي هنا مثلا ونعمل ان جديده ونعمل اوت جديده ونختار الجزء ده ونرميه، فتبقى حاجه بالمنظر ده. تمام جدا. طيب نمسح ده ونمسح ده، وتعالى نشوف لو انا عايز اختار
صوره مثلا، فدبل كليك في اي يعني باي طريقه، اما من الميديا اما من نص اما امبورت دبل كليك، واختار اي صوره. تعالى مثلا نقول مثلا اوكي 3 دي ماك 3 وورك اوكي بيكتشر مثلا، وتعالى ناخد صوره زي كده دبل كليك عليها. تمام، الصوره دي لما انا اخترتها تعالى نقف عليها كده، هيقول لك الديوريشن بتاعتها قد ايه؟ 5 ثواني. ليه 5 ثواني؟ لان لو جينا من اديت وبريفرنسز وانا جنرال، هنلاقي ان انت قايل له ان الايمج تكون 150 فريم، هتاخد 150 فريم، وانا شغال 30 فريم بير سكند، يبقى لان ادي 30 فريم بير سكند يبقى 5 ثواني. ممكن اصغرها قبل ما اعمل اديت، يعني ممكن امسك الصوره دي والله امسحها، سوري معلش امسحها، ودبل كليك واعمل امبورت للصوره. سوري انا اسف انا ما عملتش البريفرنس اساسا، باجي من بريفرنسز واجي من جنرال واقول والله انا عايزها تبقى 60 فريم بير سكند، ودبل كليك واختار الصوره. فتلاقي ان الصوره بقت عندي كام، بقت مدتها ثانيتين، اقدر امسكها وارميها في السيكونس. واحنا عاملين اوتوماتيك ان هو بيعمل فيت للايمج، فانا مش شايل هم السايز معايا. وطبعا السيكونس بتاعي ماشي بالسيتنجز بتاعت مين؟ بتاعت اللي انا اخترتها، اللي هي سيكونس 2 لو وقفنا عليها 23 فريم بير سكند، الويدث والهايت كذا، الاوديو بالمنظر فريني. فده السيكونس الاساسي بتاعي اللي موجود جوه التراكس. لازم نخلي بالنا من النقطه دي. ممكن ناخد الصوره دي نحطها فوق مثلا، سوري كنترول زد، نزوم ان شويه ونتحرك كده، وناخد الصوره دي نحطها فوق ونزوم اوت. فتعالى كده تيجي تحرك هنا تلاقي الصوره اهي. ممكن نقلل شويه الاوباستي بتاعتها فتبقى شفه، بس حاجه المنظر ده تمام. طيب انا ممكن اعمل امبورت لسيكونس اوف ايمجز. يعني ايه؟ يعني وانت مثلا بترندر مثلا بسوفت وير زي 3 دي ماكس مثلا، فمطلع مش مطلع فيديو، مطلع شويه صور كتير مترتبين بترتيب معين، يعني مترقمين مثلا 0 1 2 3 4 وهكذا. فانا بختار بس اول فريم، هو اوتوماتيك بيسحب باقي الفريمز ويعمل لك جنريت للفيديو بالسيتنجز بتاعت مين؟ بتاعت السيكونس بتاعك انت هتحطها فيه، او بالسيتنجز بتاعت البريفرنس اللي احنا مظبطينها. فدبل كليك اهو، وهيجي والله من ديسك توب مثلا واقول له والله انا عايز فولدر 7، لا بلاش نخليها فولدر 6 مثلا، وهختار اول صوره. لو اخترت اول صوره وعملت تشيك على نمبرد ستايل ستيلز، يبقى معناه ان هو هياخدك الصوره بس. لكن لو عملت تشيك عليها وقلت اوبن، هيفتحها كاي كفيديو. هتلاقي ان انت عندك الديوريشن بتاعتنا 30 ثانيه، فنمسكها كده ونرميها في السيكونس بتاعي مثلا فوق كده. احنا لغينا الصوره بتاعه الراجل لان هي جت عليها اوكي. هتلاقي ان شايفين البراد ده، هو ده المفروض السيكونس بتاعي. هتلاقي ان هو بيتحرك، ما هوش صوره ثابته لان هو عباره عن سيكونس اوف ايمجز. طيب اخر حاجه عايزين نتكلم عليها دلوقتي، ان احنا ممكن دلوقتي دبل كليك مثلا، وتعالى ناخد ناخد من ايه برضو 3D Max Work 3D Work Videos، وتعالى نختارهم كلهم كنترول او شيفت وانزل لتحت اختارهم كلهم حاجه مثلا بالمنظر ده، واخد دي معايا كده وادوس اوكي. طيب هو بيعمل امبورتنج للفايلز. تمام جدا، نمسك الصور اللي فاتت دي كلها انا مش عايزها، انا اسف، نمسك من هنا اهو، وانا مش عايز دول كلهم ديليت. تمام، عندي دول كلهم. هاجي هعمل ايه؟ هعمل نيو بن. نيو بن يعني انا دلوقتي انا ممكن اعمل فولدر للتنظيم، اعمل فولدر خاص مثلا بالفيديوهات وفولدر خاص بالاوديو. زي ان الفيديوز فيها سيكشنز، هعمل فولدر خاص لكل سيكشن واحط فيه الفيديوهات الخاصه بيه عشان التنظيم بتاعي، وعشان تفرق معايا قدام في حاجه هنشوفها دلوقتي. هدوس نيو بن واسميه اي حاجه، مثلا اسميه فيديوز. تمام، طيب واختار الفيديوهات دي، همسك الفيديو ده اول واحد ارميه جواهم، بعد كده نمسك دول كلهم شيفت واكليك اخر واحد وامسكهم واسحبهم وارميهم جوه الفيديو. فبقى عندي الفولدر اللي اسمه الفيديوز ده جواه كل الفيديوهات. ممكن اغير فيو بتاعي من فين؟ من هنا اهو، بدل ما اشوفها ليست ممكن اشوفها ايكون. فبقى شايف ايكون، ادبل كليك هنا اهو، هيفتح لي الفيديوهات بتاعتي بالمنظر اللي قدامي ده. تمام، او ممكن لو دوست كنترول ودبل كليك هيفتحها جوه نفس الويندو بتاعتي. شايف الفيديوهات بتاعتي، كل فيديو ليه اختلاف في الفريم ريت والمده وكل حاجه. هنعمل باك من فين؟ من هنا اهو او اب. ممكن امسك ده
وهعمل نيو سيكونس نيو سيكونس نيو ايتم. بس تعال نختار سيكونس معين، مثلا نختار سيكونس مثلا 25 فريم بير سكند 720 في 507 ومش عارفه كام، يبقى سيكونس عايزين 25 فريم بير سكند تقريبا بال. تمام. بس عملت سيكونس زي كده، ممكن امسك الفولدر ده بكل اللي فيه وهرميه هنا. لما رميته في السيكونس اتحط الفيديوهات ورا بعض بالمنظر اللي شايفينه ده اهو، يعني لو عملت بلاي كده، يعني هو عشان الفيديوهات طويله فاحنا ممكن بس نجري اهو، ادي فيديو بعد كده فيديو تاني اهو، الفيديو التالت اهو، وهكذا. تمام. طيب الترتيب بتاعهم جه ازاي؟ كنترول زد. الترتيب بتاعهم جه من ترتيبهم جوه الفولدر، كنترول دبل كليك عشان افتح الفولدر. الترتيب بتاعهم هو ده. انا ممكن اغير الترتيب، يعني ممكن اقول والله انا عايز ابدا بده الاول اهو، وعايز امسك ده التاني، وعايز امسك ده التالت، وعايز امسك ده الرابع، مش عارف ده عايز اخليه في الاخر كده يعني. وبعد كده اب دراج، هتلاقي ان الترتيب بتاعك اختلف. لا سوري معلش انا اسف، دبل كليك. تمام. همسك اول واحد فيهم وارميه، انا اسف اسف، همسك اول واحد فيهم واسحب الباقي شيفت وهرميهم كده. فلما برميهم كده اترموا بالترتيب اللي انا مظبطه، انا اسف على الغلطه الاولانيه، فكده اترموا بالترتيب اللي انا مظبطه. تمام. طيب كنترول هقفل كده وكنترول زد. تعالى مثلا نفتح ملف اوديو، مثلا نجي من اف مثلا، هفتح بيتس مثلا، هفتح البيت دي مثلا دبل كليك. تمام. البيت دي همسكها وارميها، معناها ان هي مونو، فعلى حسب الاوديو بتاعك عامل ازاي هينزل في التراك المناسب ليه. طيب جميل جدا. طيب تعالى كده نزوم قوي شويه في التراكس بتاعي، وتعالى نحرك البار كده، او تعالى نعمل بلاي. دي المزيكا بتاعتي المفروض. انا كل اللي عايز اعمله، عايز اعمل ايه؟ عايز احط شويه ماركر على السيكونس بتاعي. يعني مثلا انا دلوقتي حاسس اني الحته دي انا عايز احط عندها ماركر، فهدوس استريك في الكيبورد، استريك هحط ماركر. هنحرك شويه مثلا هنا، احط ماركر كمان، حرك هنا ماركر، هنا ماركر، وهنا ماركر، وفي البدايه طبعا ماركر مثلا او هنا. تمام. نحط واحد هنا اهو. تمام زي الفل. طيب ايه الفكره؟ الفكره ان انا دلوقتي هخليه يدخل الفيديوهات عندي، بس مش بالترتيب بتاعهم وبطولهم، لا، كل ماركر هنا اهو اللي انا حطها باستخدام الاستريك اللي في الكيبورد هينزل معاها فيديو او هيبدا معاها فيديو. يعني ايه؟ يعني تعالى كده نمسك دي ومش هرميها في البار هنا اهو، ولا هفتح الفولدر عندي واختار الفيديوهات كلها، لا، انا هعمل حاجه ظريفه. في عندي تحت هنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها اوتوميت تو سيكونس. همسكها، همسك الفولدر وارميه الاوتوميت تو سيكونس. فبيقول لي انت عايز تعمل اوردرنج باستخدام ايه؟ سيلكشن اوردر ولا سورت اوردر؟ لو سيلكشن اوردر معناها على حسب ما انا عملت بيك للفيديوز وجيت رميتها. لو السورت اوردر يبقى هي مترتبه ازاي؟ ففي الحالتين عندي المره دي الاثنين واحد، لان هو ترتيبهم جوه الفولدر هو ترتيبه. لو انا كنت عملت لو انا استخدمت يعني ترتيبهم جوه الفولدر هو لو انا عملت بيك ليهم، لان انا اخدت الفولدر كله على بعض. طيب البليسمنت هيتحطوا ازاي؟ هيتحطوا سيكوينشالي ورا بعضهم ولا ات ان نمبرد ماركرز؟ يبقى معناها ان كل ماركر هيبدا عندها فيديو، فاقول له لا انا عايزهم ات ماركرز. والميثودز عايز اخليها انسيرت اديتنج ولا اوفرلاي يتحطوا ورا بعض. تمام. وطبعا ان هو ممكن يعني لو كانت مفتوحه فبيقول ان هو هيعمل ابلاي ديفولت اوديو ترانزيشن وفيديو ترانزيشن، دخلهم بعض بالديفولت ترانزيشنز اللي عنده، وهدوس اوكي. هتلاقي ان هم ترصوا بالمنظر ده. تمام. هي ما بدأتش من الاول، كنترول واي، كنترول زد سوري انا اسف. وتعالى نتاكد ان احنا حاطين ماركر هنا بس، يعني ممكن نحط ماركر هنا باستريكس اهو. هو دلوقتي اوكي، في اوريدي ماركر موجوده. انا عايز التايم بتاعها يكون ما ينفعش احركه. اوكي. طيب كانسل. انا عايز اعمل زوم ان اكتر، وهاخد الماركر دي واخليها
go to sequence mode, link everything out. اوكي ماشي تمام. هي مش راضية، هي اخرها كده في الرجوع يعني. تمام، فهنمسك الفيديوز ونرميها هنا اهو، ونروح نقول له اوكي، فتبقى حاجة بالمنظر ده عندي. تعال كده نعمل بلاي، وركز بقى معايا الماركرز بيبدأ معايا كل فيديو. بص كده، تمام. اخر فيديو طبعا عشان مفيش ماركر بتقفله عشان يجيب اللي بعده، فهو كمل. تعال نعمل زوم اوت كده، كمل لحد ما خلص وجاب بعده الفيديو اللي بعد، لانه ملقاش ماركرز جديده. تمام جدا. فانا كده ربطت ايه؟ جيت انا دلوقتي بسمع المزيكا، فانا حاسس ان الحته دي عايزه فيديو ينزل جديد، فاحط ماركر في الايه؟ في السيكونس بتاعي، وهكذا. فكده ينزلوا اوتوماتيك ورا بعض. اخر حاجه ممكن نتكلم عليها، ان احنا طبعا نقدر نيجي من ويندو هنا اهو، الورك سبيس بتاعتي ممكن تكون شغاله على الاوديو، فيبقى هو اوتوماتيك متسيفه الورك سبيس دي او البرسيت دي، ان هي تكون بتديك التعامل مع الاوديو بشكل فوكسد اكتر مثلا. فتلاقي ان في التاب بتاع الاوديو دلوقتي، وانا عندي اوديو 1 2 3 والماستر، اللي هم ايه؟ اللي هم التراكس بتوعي اللي تحتهم، وهو خلاص فصلهم لي عن بعض، واقدر اعمل اتعامل مع كل تراك منهم براحتي، اعلي الفوليوم، اعمل ميوت للتراك، مش عارف اخليه سولو تراك، اعمل انيبل ريكوردنج مثلا براحتك زي ما انت عايز. او ممكن مثلا اجي من ويندو واقول ورك سبيس، واقول مثلا كلر كوركشن، فيديني الورك سبيس بتاعت كلر كوركشن، وهكذا الايديتنج مش عارف ايه. وممكن في الاخر اعمل ريسيت للكرنت ورك سبيس، ارجع للكارت للورك سبيس بتاعت الاساسيه. وكده احنا اخذنا فكره عن يعني ايه سورس تاب، يعني ايه البروجكت اساسا، الايتمز بتاع البروجكت دي هي اللي بستخدمها بتاعتي، ازاي اعمل امبورت الميديا، ازاي احط فيديوهات ورا بعض، ازاي احط فولدر او بن واحطه بترتيبه او غير ترتيبه، ازاي اربطه بماركرز، ازاي احط اوديو. هنشتغل على 2 فيديو عندنا، ممكن نشوفهم في السورس. ادي اول فيديو عندي، وتاني فيديو اهو. تمام. مبدئيا انا عندي السيكونس اللي انا فتحته في الديفولت همسحه، وعندي سيكونس 2 ده اللي هشتغل فيه، ممكن اعمله رينيم واقف عليه واكتب مثلا سيكونس بس. اوكي تمام. طيب همسك الفيديوز بتاعتي، هرمي واحد هنا وهرمي الثاني هنا. مبدئيا انت ممكن دلوقتي تختار اي فريم انت عاجبه، تطلع منه صوره، تعمل اكسبورت للفريم ده، فتقف على الزرار ده وتقول اكسبورت فريم، وتختار الاكستنشن بتاعك هيكون ايه، جي بي جي، بي ان جي، تي اي اف، جي اي اف، اي حاجه انت عايزها، وتختار براوز، تختار المكان بتاع الصوره ايه وتسميها اللي انت عايزه. هنتكلم في الفيديو ده على التولز والترانزيشنز. فمبدئيا التولز اللي عندي اللي فوق اهي، اول تول هي السليكشن تول، اختار بصحة في، يعني لو انا واقف على اي تول ثاني وعايز اروح للسليكشن تول هدوس في. دي بتعمل سيلكت لاي حاجه، يعني دلوقتي انا عشان اسيلكت تراك فانا بمسك السيلكشن تول، عشان اسيلكت البار ده بمسك السيلكشن تول، لو انا عايز مثلا احرك مثلا ده واطلعها لتراك جديد ويحصل لي كريشن لتراك جديد بالسيلكشن تول، او انزل له تراك تحته وهكذا. طب تعال نطلعه فوق كده ونعمل كريت لنيو تراك، تبقى حاجه بالمنظر ده زي ما اتفقنا، ولو نزلناها تحت تبقى حاجه بالشكل ده. طيب تعالى كده لو مسكت التراك ده وتعالى نعمل زوم ان كده، عندي الاثنين تراك اهو، وعايز اصغر التراك ده. مبدئيا لو تركز كده تلاقي ان في زي نقطه او كورنر كده جراي موجود في الاول والاخر بتاع كل فيديو، متفقين ان الفيديو عباره عن شويه فريمز،
فالكورنر الجري ده او الرمادي بيقول لك ان ده اخر فريم عندي وان ده اول فريم عندي. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ازود او اطول الفيلم عن كده في النهايه، وما ينفعش ابدره عن كده في البدايه، لاني ما عنديش فريمات تكفي. طيب الكلام ده احنا لسه في السليكشن تول، ممكن امسك الكورنر الاخير ده وتلاقي ان الكيرسر بتاعك شكله اختلف، واقدر اصغر الفيديو. الفيديو كده مش بينكمش، سرعته بتسرع، لا هو اللي بيحصل انا بقطع منه، قلت ان نهايته مش تبقى لحد نهايته، هتبقى لحد هنا بس، وعندي برضو مساحه موجوده، هو لو جيت شديته رجعته هيرجع، بس ليه نهايه، نهايه لما يطلع لي الكورنر الجري ده. طيب لو انا جيت عملت الكلام ده في الفيديو ده وسحبت كده، هتبقى حاجه بالمنظر ده. طيب هتلاقي ان في زي جاب بين الاثنين فيديوز، اهو الفيديو اهو نهايته اهي، بعد كده في سواد لحد ما بدا الفيديو الثاني. لو انا عايز ابعد عن الموضوع ده فبدوس كنترول وبسحب، فلما بدوس كنترول وبسحب بيجر ورا الفيديو الثاني، ولو كان التراك بتاعي فيه كذا فيديو هيتجروا كلهم وراي. كنترول زد. طيب تعال ندخل على التول اللي بعدها. التول اللي بعدها هي تراك سيلكت تول، بيسلكت التراك بكل اللي فيه. يعني لو وقفت هنا اهو بدايه الفيديو ده وعملت ازاحه كده، هيعمل ازاحه لكل الفيديوهات بتاعه التراك ده. طب كنترول زد. طب لو وقفت عند بدايه الفيديو الثاني، هيعمل ازاحه لكل الفيديوهات اللي من الحته اللي انا عملت عندها الازاحه. يعني لو في خمس فيديوهات بعد كده هيتحركوا زي ما انا حركت الجزء ده. طيب التول اللي بعدها هي الريبل اديت تول. الريبل اديت تول نفس فكره السليكشن تول بس بزرار الكنترول. يعني ايه؟ يعني لو وقفت عندها وعايز اصغر الفيديو ده، هتلاقي ان هو، او اكبر ده، هتلاقي ان هو حصل ايه، مفيش جاب بينهم. لو صغرت الفيديو ده هتلاقي ان مفيش جاب بينهم، اوتوماتيك بيسحب اللي باقي ورا. طيب التول اللي بعدها هي الرولينج اديت تول. الرولينج اديت تول بتعمل ايه؟ بتصغر فيديو على حساب فيديو تاني. طيب بس لازم عشان تصغر فيديو على حساب فيديو تاني لازم يكون في عدد من الفريمز يسمح لي. فانا عشان الفيديو ده بدايه اول فريم والفيديو التاني نهايه اخر فريم، فتعالى من السليكشن تول ونصغر ده شويه ونصغر ده شويه ونلزقهم جنب بعض بالمنظر ده. تمام، تعال نرجع تاني للرولينج اديت تول، وتعال نقف في النص كده ونشد، هتلاقي ان ده بيصغر وده بيكبر، ولما ده يكبر يبقى التاني بيصغر وهكذا. يبقى ده بيكبر على حساب ده او ده بيصغر على حساب ده. التول اللي بعدها هي الريد ستريتش تول. الريد ستريتش بتعمل ايه بقى؟ لما احنا كنا بالسليكشن تول بنكبر فيديو، كان بيكبر من الفريمز بتاعته، ما بيبقاش بطيء. يعني في فرق بين فكرتين، ان انا عايز اعمل تريم او اقطع عند الفيديو عند الحته دي، او ان فاصغره فيبقى نهايته مش بتجيب لحد اخر الفريم، لا بتوصل عند الفريم الفلاني وخلاص، ده يبقى اخر حاجه في الفيديو. زي دلوقتي عندي فيديو زي كده، انا ممكن اجي في النص واقول لا انا عايز يبقى ايه الفيديو بتاعي لحد هنا. تمام، يبقى هو شغال زي ما هو بس لحد ان هو وقف. او الفكره الثانيه، انا عايز اخلي الفيديو طوله لحد هنا هو بس يبقى بنفس الكونتنت بتاعه فيبقى اسرع. تمام، فدي نعملها ازاي؟ نعملها من الاستريتش تول، نقف ونمسك من الطرف هنا ونصغر، فتلاقي الفيديو بتاعي، تعال نعمل دي بلاي كده، هتلاقي ان هو اسرع. تمام، ممكن نسرع اكتر عشان نحس حاجه كده. حاجه بالمنظر ده. طيب لما نيجي نزوم شويه هتلاقي ان مكتوب جنب الفيديو ده نسبه في الميه. لو هو 100% يبقى هو ماشي بسرعته الطبيعيه، لو هو اكتر معناه ان هو اسرع، لو هو اقل يبقى معناه ان هو ابطا. وعشان نتعامل مع الجزء ده نقف على الفيديو رايت كليك ونروح نقول له ايه، نقول له سبيد اند ديوريشن. سبيد اند ديوريشن اقدر احدد السرعه بتاعتي، اكتبها هنا واقول له والله عايز يبقى 150%، فطبعا اوتوماتيك الديوريشن بتتحسب. او ممكن اتعامل بالعكس، ان اقول الديوريشن بتاعته تبقى كذا فاوتوماتيك السبيد تتحسب. ممكن اعمل ريفرس السبيد فاعكس الفيديو تبقى حاجه بالمنظر ده. تمام، فلو دوس اوكي، تعال كده نبص على الفيديو بتاعي، طبعا بقى 150. تعال كده نعمل بلاي، طبعا هو هياخد شويه وقت شويه صغيرين عشان هو بيعكس كل فريم، هتلاقي حتى المزيكا معكوسه والفيديو بتاعي معكوس. تمام جدا. طيب تعال نشوف تعال نبطئ مثلا، تعال نجرب نبطئ فيديو ستريتش تول. لو بطئناه قوي كده حاجه مثلا بالمنظر ده، فبقى 57 فريم 57% من سرعته الاصليه. هنعمل ريندر كده او بلاي، هتلاقي ان الفيديو بطيء جدا وهكذا. تمام،
طيب التول اللي بعدها هي ايه؟ الريزور تول. الريزور تول دي بتعمل ايه؟ بتقطع في فيديو، يعني انا عندي فيديو عايز اقطعه مثلا اجزاء واوزعهم بتوزيع معينه، خلاص اوكي هاجي في اي حته في التراك بتاعي واقطع. فبقى عندي في اتنين تراك بالسليكشن تول كده، عندي تراك ده وعندي تراك ده، بقوا منفصلين عن بعض. جميل جدا. طيب تعال نشوف التول اللي بعدها، السليب تول. السليب تول بكل بساطه ان هي بتعمل سليبنج لشويه فريمات بتاعه التراك اللي انت هتقف عليه او الفيديو اللي انت هتقف عليه. تعال كده نشوف المثال ده كده، تعال نصغر شويه تمام، وتعال ناخد الاستاذ ده خليه كده مثلا نصغره كده، وتعال ناخد مثلا نسخه من ده كنترول سي، انا اقف هنا كنترول في، حط التراك ده تاني هنا. فبقى عندي نفس التراك اللي في الاول هو اللي في الاخر، وفي بينهم تراك في النص. انا عمال اصغر الحاجات دي عشان يبقى معايا سبيس من الفريمز، ما يبقاش واقف عند اخر فريم واول فريم، لا عشان يبقى معايا سبيس عشان احس بيها. طب لو انا جبت التول اللي احنا قلنا عليها اللي هي سليب تول، وجيت وقفت في التراك ده وبدات احرك، هتلاقي ان في عندي حاجه غريبه. الشاشه بتاعتي اتقسمت لاربع اجزاء، الجزئين اللي فوق هما اخر فريم في الفيديو اللي ورايا او الفيديو اللي ورايا في التراك، واول فريم في الفيديو اللي بعدي، واللي قدامي اللي تحت الاثنين اللي تحت دول الفريمز بتاعه الكرنت فيديو. فانا بقعد احرك فيهم بحيث ان اخلي اول مربع ده يا جماعه اول فريم في الكرنت فيديو، وتاني مربع ده اخر فريم في اخر فريم في الكرنت فيديو. فانا دلوقتي كاني بزحزح بقول والله عايز يبقى اول فريم يبقى كذا واخر فريم يبقى كذا. يعني بص انا دلوقتي ممكن اعمل كده، اخلي اول فريم بتاعي يبقى ده ونهايته ده. فدلوقتي بقى عندي اول فريم هو الويب سايت بتاعي واخر فريم هو بريزنت. طيب يبقى دلوقتي انا اللي اخترت كده، انا ممكن اغيرها، اجي من سليب تول واقف تاني اهو واحرك اقول لا عايز يبقى اخر فريم عندي هو اللوجو بتاعي واول فريم هو الفريم الاسود. طب تمام، يبقى هتلاقيني اول فريم بجد هو الفريم الاسود تمام، واخر فريم عندي هو السايت بتاعي بالمنظر ده. طيب التول اللي بعدها والاخيره هي السلايد تول، نفس الفكره اللي فاتت، بس ايه الفكره فات كان بيحافظ على المكان بتاعه بس بيقعد يغير في الفريمز، ما دام هو عنده مساحه من الفريمات ورا وقدام يقدر يحرك بينهم، فيخلي اول فريم غير اخر غير الاولاني اللي موجود دلوقتي واخر فريم غير الاخراني اللي موجود دلوقتي، لكن في نفس مكانه. اما التول بتاعتي دلوقتي السلايد تول بتعمل ايه؟ بتحرك الكليب نفسه، بتحرك الكليب نفسه اهو طبعا في الجزء المتاح ليا برده من الفريمات اللي انا محوشها، فتبقى حاجه بالمنظر ده. فانا كده حركت مكانه، طبعا ده كله على حساب الكليب اللي ورايا والكليب اللي بعد تمام. طيب ممكن ايه تاني نتكلم عليه دلوقتي؟ ممكن نتكلم على ان انا مثلا عايز اعمل ترانزيشن، عايز اعمل ترانزيشن. ايه هي الترانزيشن؟ ترانزيشن يبقى عندي فيديو وفيديو تاني زي ما احنا شايفين دلوقتي، فيديو تاني، الاثنين فيديو دول المفروض هيتلعبوا هيحصلهم بلاي ورا بعض. طيب انا عايز يبقى الاثنين فيديو دول يدخلوا مع بعض، بس مش بيبقى ده بينتهي ده يبدا على طول، لا يبقى في ترانزيشن او في تداخل بينهم. التداخل ده بقدر اعمله من فين؟ اهم حاجه يبقى عندي تو كليبس، كليب اهو كليب اهو او فيديو اهو فيديو اهو، واجي من التاب اللي هو اسمه افكت، لما يظهر عندك تيجي من ويندو وتختار افكت وتيجي عند الفولدر بتاع فيديو ترانزيشنز، فيديو ترانزيشنز وتختار اي ترانزيشن منهم، متقسمين ككاتيجوريز كل واحد في فولدر لوحده. يعني مثلا 3 دي موشن ممكن اختار كيوب مثلا واجره كده واحطه، احطه فين بقى؟ احطه بين الفيديوهين، فتبقى حاجه بالمنظر ده. تعال نعمل زوم ان كده تمام، فتلاقي حاجه بالشكل ده عندك، اي ترانزيشن حصلت عندي بالمنظر ده. طيب انت ممكن نجيب السليكشن تول كده ونمسكه ترانزيشن ونقدر نخليه، لا يبقى الترانزيشن ده بيأثر في نهايه الفيديو الاولاني ومالوش دعوه ببدايه بالفيديو الثاني خالص، فتلاقي الفيديو الثاني الاولاني بيحصل له كده والفيديو الثاني شغال لوحده تمام، لان ادي ده الفيديو الثاني هو منفصل تماما تمام، والترانزيشن نازله على الفيديو ده. تعالى كده نمسكها ونجرها ونرميها هنا، سوري معلش نرميها هنا ونسحبها كده، فهي كده هتبدا من هنا اهو، او ممكن اسحبها كده فهتبقى ده زي الفل وبعد كده ده اللي بيتاثر فيه، او ممكن تبقى هي بتاخد شويه من ده وشويه من ده تبقى في النص بينهم، الاثنين بيبانوا معايا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. طيب الترانزيشن نفسها هتيجي ان هو من الجزء بتاع السورس، هنلاقي في حاجه اسمها افكت كنترول. افكت كنترولر بيعمل ايه؟ بيبين لك الفيديو الاولاني كحرف الاي والفيديو الثاني كحرف البي، تقدر تعمل بلاي
وتشوف الفيديو الترانزيشن تبقى عامله ازاي حاجه المنظر قدامك ده. تقدر تقرا ديسكريبشن عن الترانزيشن او نوت بسيطه كده بيقول لك ان هو بيعمل كذا كذا كذا. ممكن تتحكم في الديوريشن بتاعه الترانزيشن، الترانزيشن بتاعتها عايز تبقى كام ثانيه، ممكن عايز اخليها لا مش عايزها ثانيه واحده انا عايزها عباره عن 5 ثواني، فتلاقي ان الترانزيشن هنا طالت تمام. ممكن تيجي تجري السكرول ده هتلاقي ان هو بيبين لك الفيديو الاولاني هيحصل له ايه مع الفيديو الثاني تمام جدا. طيب ممكن مثلا تعال نختار ترانزيشن تاني، مثلا نختار مثلا الكروس دي سول ونحطه مكان ده، هنجره كده ونحطه. فتعال نجرب كده نجري، هتلاقي ان ده بيحصل ايه، بيحصل فيد اوت للفيديو الاولاني وفيد ان للفيديو الثاني، والافكت كنترول هقف على الترانزيشن هتلاقي ادي الافكت كنترول بتاعي. طيب انا ممكن اعمل تشيك اللي هو اشوف الاوريجينال فيديوز بدل حرف الاي وحرف البي. ممكن تعال نشوف مثلا ترانزيشن تاني، مثلا نقول مثلا بوكس انا اسحبه نحطه هنا، فتلاقي حاجه بالمنظر ده تمام. ممكن نقف على الترانزيشن والاقي ان في شويه بارامترز هنا ظهرت لي جداد، ان انا اقدر اعمل بوردر، يعني شايف المربع ده اللي بيطلع ممكن اعمل له بوردر اكبره شويه كده يبقى حاجه بالمنظر ده. ممكن اختار اللون بتاع البوردر احمر مثلا تمام، او اعمل بيك لاي حاجه في الصوره يعني بيك واختار اللون ده يبقى حاجه بالمنظر ده. اعمل ريفيرس يتعكس يبقى المربع في الفيديو اللي هروح له مش في الفيديو اللي هجي له تمام، سوري يبقى مربع في الفيديو الاساسي وبيعمل ايه بيتعكس مثلا. طيب اوكي ممكن يبقى عندي حاجه اسمها انتي اليزنج اللي هي بتعمل ايه، بتعمل بتخلي الايدج بتاعي ما يبقاش جاجد يعني ما يبقاش خطوط مبكسله. فاحنا بنعمل ايه، بنضيف بليري كده للايدجز بتاعتي، اما لو اما ميديم اما هاي، ودي بتديني سموث في الايدج. طبعا هي ممكن ما تبانش قوي هنا هو، يعني ممكن لو كبرنا دي كده شويه وخليناها اوف فهتلاقي ان باين كده. تعال نخليها ميديوم فهتلاقي ان ده بقى بليري شويه فبقى سموذر اكتر تمام. طيب ممكن نقعد نغير بقى في الترانزيشنز ونجربها براحتنا، يعني نحط ترانزيشن هنا بحاجه بالمنظر ده، زوم اوت او زوم ان تمام. خلي بالك بقى من حاجه مهمه، طب الفيديو ده لو انا جيت شديته كده وجيت كبرته من هنا اهو لحد ما وصل لبدايته، انا عايزه يوصل لحد بدايته تمام. طيب وصل لبدايته اهو، وادي المربع الجري بتاعي، وتعالى نكبر ده لحد ما يوصل لنهايته اهو، وصل لنهايته لا لسه. بيبقى نزوم اوت بقى، تعالى نجر ده كده، تعالى نسحب ده اوكي تمام خالص، نمسح ده مش عايزينه. هتلاقي ان الاثنين دول خلاص ما بقاش عندهم فريمات زياده، ده جاب اخره في الفريمات وده جايب بدايته في الفريمات. لما تيجي تحط ترانزيشن بينهم بالمنظر ده هيطلع لك مسج يقول لك ان هو ما عندوش اساسا فريمز، فهو هيضطر ان هو يريبيت الفريمز، هيستخدم ريبيتد فريمز، هندوس اوكي. فتلاقي ان حاجه بالمنظر ده لما نيجي نزوم ان كده شويه هتلاقي ان الترانزيشن بتاعتك زوم اوت شويه مخططه كده، معناها ان هو بيستخدم فريمات ثابته، اخر فريم بيثبته اهو بيعمل بيه ترانزيشن بتاعته، اول فريم بيثبته بعد كده بيعمل بلاي للفيديو. فلما تظهر لك حاجه معناها بالمنظر ده معناها ان انت معكش فريمز زياده، فهتضطر ان هو يريبيت الفريمز طيب او يستخدم فريمز جاهزه. خلي بالك ان الكروس ديسولف الترانزيشن ده عليه مربع احمر، ده معناه ان هو الديفولت ترانزيشن. يعني ايه الديفولت ترانزيشن؟ يعني كنترول زد انا ممكن اضيف الترانزيشن بتاعتي اوتوماتيك بدل وجع الدماغ ده كله، بدل ما اقعد اجره الحاجات دي. فانا امسح ده اوكي، وامسك اقف في الحته اللي بين الاثنين، اللي بين الاثنين فيديو حاجه مثلا بالمنظر ده، ممكن نزوم ان شويه فنقف بالظبط هنا. وببساطه لو دوست كنترول دي، كنترول دي هيضيف اوتوماتيك ايه، وانا واقف على طبعا على التراك ده اللي عليه اللي فيه الفيديوهات، كنترول دي هيعمل ايه، بيضيف اوتوماتيك ترانزيشن. انهي ترانزيشن؟ الديفولت ترانزيشن. وطبعا ممكن نفس الكلام ديليت نمسك الاثنين دول اهو كنترول، وامسك الاثنين فيديو واسحبهم واحطهم في حاجه اسمها ايه، اوتوميت تو سيكونس. هنسحبهم كده وارميهم اوتوميت تو سيكونس، فهو بيقول لي ان الترانزيشنز عايز تعمل ابلاي ديفولت اوديو اند فيديو ترانزيشن ولا لا. فلو اقول له اوكي او لا، وخلي بالك في كليب اوفرلاب كام فريم بير سكند هيبقى ديوريشن في الترانزيشنز، فهدوس اوكي هو اوتوماتيك هيسيستمها
طبعا هو عشان بدأ من عند السي تي اي بتاعي اللي انا واقف عنده، واقف هنا هو مش من اول الفيديو، فتلاقي ان هو اوتوماتيك. بص نعمل بلاي هنا، زود الترانزيشن، وخلي بالك انت اللي اخترت كام فريم بير سكند، وخلي بالك ان هو ظبط ان هو ما بقاش فيه بيلعب ان هو يريبيت الفريمز، لا هو اخد حته من الفيديو ده على حته من الفيديو ده. طيب الديوريشن بتاعت الديفول ترانزيشن، يعني دلوقتي لو جيت وقفت على الترانزيشن دي ودوست ديليت مسحتها وعايز اضيف ترانزيشن بين الاثنين دول، فانا لو وقفت كده في النص زي ما اتفقنا ودوست كنترول دي هضيف الترانزيشن وهضيف الديوريشن بتاعتها. طب الديوريشن بتاعتها عايز تتحكم فيها بتاعت الديفولت، بتاعت الديفولت مش مانيوال كده بايديك، هاجي برده من اديت ومن بريفرنسز ومن جنرال، وهلاقي ان في عندي فيديو ترانزيشن ديفولت ديوريشن، واختار كام فريم، ممكن اخد 15 تبقى 15 وهكذا. ممكن اعمل سيلكت للاثنين فيديو دول واجي من سيكونس واقول له ابلاي فيديو ترانزيشن تمام، او ابلاي ديفولت ترانزيشنز تو سيلكشن، ف وات ايفر يعني. فتو سيلكشن طبعا اللي انا بختاره، فلو كانوا ثلاث فيديوهات هيتضافوا على الثلاث فيديوهات، فتبقى حاجه بالمنظر ده اوتوماتيك اتضافت تمام جدا. وطبعا ممكن كنترول زد، ممكن نيجي نهو من سينا عندي 20 فيديو، ف زي ما احنا شايفين في الجزء ده في عندي في زرار اسمه ايه، اسمه جو تو نيكست اديت بوينت، اللي هي ايه نهايه كل فيديوهات. فلما اروح اقول للنيكست هيوديني على دي، لو كان عندي زوم اوت كده عندي واحده تاني هدوس هيوديني على دي. طب هعمل باك جو تو بريفيوس اديت بوينت، يبقى كده. يبقى انا كنت كل مره ادوس كنترول دي واروح اتحرك على اللي بعدها كنترول دي، اتحرك على اللي بعدها كنترول دي، يبقى كده ضفت ترانزيشنز في اقل من ثانيه. وطبعا ممكن تجرب كل الترانزيشنز اللي قدامك دي وتشوف التأثير بتاعهم ايه. طيب تعال نشوف اخر حاجة عايزين نقولها النهاردة. تعال نسحب فيديو من دول هنا اهو، نحطه كده تمام، حاجة بالمنظر ده، وتعال نفتح التاني في السورس تمام جدا، حاجة بالمنظر ده. انا في السورس هختار ان بوينت فهدوس على حرف الاي، واختار اوت بوينت فهدوس على حرف الاو، فبقى عندي الفتره دي جميل جدا. وهاجي هنا نفس الكلام، هدوس ان، هدوس حرف الاي سوري عشان اختار ان بوينت، وادوس حرف الاو عشان اختار اوت بوينت. وهاجي هنا وهلاقي ان عندي حاجه اسمها انسيرت. لو انسيرت هيحصل ايه؟ هيضيف الفيديو بتاعي ويزيح الباقي. لكن لو عملت حاجه اسمها اوفرلاي ايه اللي هيحصل؟ هاجي اقف في الديوريشن دي، وانا واقف هنا برده في الديوريشن دي، وهقول له اوفرلاي. بيقول لي خلي بالك اوفرلاي دي بتعمل ايه، بتاخد الحته اللي انت مختارها بان واوت وتحطها مكان الحته الثانيه اللي انت مختارها بان واوت، فانت عايز، فخلي بالك ان الاثنين مش بنفس الوقت، فانت عايز تعمل ايه، عايز تشينج كليب سبيد عشان يفت. اوكي يبقى هنعمل تشينج كليب سبيد، ممكن تعمل تريم هيد تريم تيل، يعني يقطع من اليمين من الشمال شويه من اليمين شويه براحتك، احنا هنعمل تشينج سبيد بحاجه بالمنظر ده، بس حطها في تراك تاني اسحبها وحطها في نفس التراك، فهتلاقي ان انت اوتوماتيك بدلنا الجزء ده اللي احنا اخترناه بالجزء التاني وظبط السرعه بتاعته. او كنت ممكن اعمل تريم الليفت والرايت. هنتكلم دلوقتي على التكست، وعندنا فيديو، الفيديو حاطينه في سيكونس المفروض مناسب طبعا لنفس الفيديو، فقدامنا الفيديو اهو. احنا عايزين نتعلم ازاي نضيف تكست او تايتل على الفيديو بتاعي. اغلب الفيديوهات بتاعتك هتحتاج ان تضيف عندها عليها اي تايتل او اي تكست او اي شيب. هنتعلم دلوقتي ان احنا نضيف تايتل. هنيجي قدامنا كذا طريقه، ان احنا ممكن نقول نيو، نقول تايتل، ونختار الويدث والهايت بتاعه الاريا اللي هيتحط فيها التايتل. هي المفروض تكون هي بتاعه الفيديو، المفروض يكون نفس التايم بيز او نفس الفريم ريت بتاعي، والبيكس اسبيكت ريشيو نخليها بالديفولت واحد. ده اول طريقه. تاني طريقه ان احنا ممكن نيجي من هون نقول نيو ايتم ونختار تايتل، دي تاني طريقه. وتالت طريقه ان انا اجي من تايتل واقول نيو تايتل واختار نوع من الانواع دي. تعال ناخد ابسط طريقه اللي تعودنا عليها، زي ما كنا بنعمل نيو سيكونس هنعمل نيو تايتل، وهناخد الديفولت بتاعنا، وهتطلع لي الويندو دي اللي هي خاصه بالتايتل. خلي بالك ان في مربعين دول هم دول المفروض بيقول لك ان السيف اريا اللي اتكلمنا عليها واحنا جايين نعمل نيو بروجكت هي الجزء ده، بره كده هتبقى موجوده على الهوامش، فممكن التكست يحصل ما يبانش ما يبقاش ظاهر، عشان تشتغل في المضمون تشتغل في السيف اريا، بس مش شرط طبعا. اقدر اعمل تكست، اعمل اختار التايب تول عشان اكتب تكست بالعرض، او الفيرتيكال تايب تول عشان اكتب تكست بالطول، او ممكن اكتب استخدم اريا تايب تول او vertical area type tool. هنرسم تكست بوكس كده هنا اهو،
ونبدأ نكتب كلامنا مثلا تكست مثلا أو my first text مثلا my first text okay. كنترول A سيليكت كل دول اقدر اغير الفونت بتاعي اي فونت من دول يعني مثلا اختار اي حاجه كده مثلا لا هي مش باينه برضو نخلي حاجه المنظر ده اقدر اختار اللون من هنا اهو في تشيك على الفيل ان انا عامل التكست بتاعي ان هو يكون مليان وباليون ازاي سوليد ولا جريديانت ولا لينير او راديال ولا فور كلر جريديانت ولا بيفل ولا في كذا ستايل فنختار سوليد عشان احطه بلون واحد واحطه مثلا بلون احمر بالمنظر ده اقدر اختار الستايل بتاع الفونت ممكن يكون بولد او ريجولار على حسب الفونت بيسبورت ايه معايا اقدر اختار الالاينمنت في النص يمين شمال اقدر اختار المسافات اللي بين الحروف اكبرها اصغرها او المسافه او الـ اكبر السايز بتاعي او اصغره بتاع الفونت طبعا في ستايلز تحت ان هو ممكن تختار اي ستايل منها يعني ممكن اختار ستايل زي كده مثلا او ستايل زي كده او ستايل زي كده وهكذا طبعا كل ستايل عباره عن ايه عباره عن شويه لعب بالالوان ونلاقي ان في شويه بارامترز هنا كتير جدا بتتكلم على ايه بتتكلم على اللون بتتكلم على الستوكس اللي هي البوردر يعني يكون انر ستوك او اوتر ستوك تقدر تضيفه تيجي انا مثلا على الانر ستوك مثلا واقول اد عايز اضيف ستوك والانر ستوك ده مثلا يكون عباره عن ديبث مثلا ويكون السايز بتاعه كبير بس حاجه بالمنظر ده ممكن الغيها في اي وقت اقدر اختار اللون بتاعها وهكذا ممكن اضيف شادو زي ما هو متضاف عندي ان هو لو شلت التشيك هنحس بيه في شادو الشادو اختار اللون بتاعه ممكن اخلي اللون بتاعه مثلا اصفر انا دلوقتي بلعب في البارامترز بتاعت الستايل اللي انا اخترته ممكن الكلام ده كله اعمله مانيوال بايدي من الاول براحتي الاوباستي بتاعت الشادو تبقى عاليه ولا قليله الانجل بتاعت الشادو الديستانس بتاعت الشادو يبقى بعيد شويه ولا يبقى قريب زي ما انت شايف يعني ممكن نخليه اسود مثلا تمام ونزود الديستانس يبقى كده السبريد انتشاره عامل ازاي السايز بتاع الشادو كبير ولا صغير ممكن نلعب في الاوباستي اساسا بتاعه التكست او الاكس والواي بوزيشن بتاعها يمين شمال مش عارف ايه تمام الاوباستي ممكن نقللها شويه تبقى شفافه مثلا زي ما انت عايز فاللي احنا بنعمله ده ان احنا بنلعب في ستايل جاهز او ممكن نقدر نعمل ستايل من جديد يعني ممكن اقعد اظبط شويه حاجات كده تعالى نخلي مثلا اللون بتاعي والله اخليه اخضر ومش عارف اي كلام مثلا تعالى نخلي الاوباستي بتاعتي شويه نص نص كده نخليها 50% ولا حاجه تمام واجي من هنا وراح اقول له والله ان انا عايز نيو ستايل اسميه تيست اوكي فتلاقيني ضاف عندي تيست ستايل اهو انا ممكن دلوقتي الستايل الكلام اللي كتبته امسحه واختار اي ستايل عادي وابدا اكتب كلامي هاي تمام هاي كنترول اي واختار الستايل اللي لسه عامله فبقى الكلام بتاعي بالستايل الجديد اللي احنا شايفينه دلوقتي طيب نمسح كل ده وتعالى نجرب نكتب حاجه جديده نقدر نكتب على باث باث تايب تول اقدر اكتب على باث فهرسم الباث الاول يعني ابدا ارسم كده 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 مثلا واجي والله اروح اجيب التكست بتاعي من لما اجيبش التكست انا واقف على الباث وابدا اكتب هاي اي ام مثلا محمود مثلا فالكلام بتاعي بقى ماشي على التكست على الباث ممكن اعمل اديت للباث ان انا اجي ان هو والله من البين تول وارسم واغير الباث بتاعي من البيزير كنترولر بتوعي اهم تمام ممكن ترسم شيب نعمل حاجه زي كده يعني اوكي ده زي ما هو تعال نرسم شيب هنا تمام الشيب ده ليه برضو نفس البارامترز نقلل اوباستي مش عارف نخلي لون مش عارف احمر اللي انت عايزه تمام وفي الاخر خلاص بعد ما ظبطت التكست بتاعي ايا كان انا بنجرب كده وخلاص يعني هقفل ده لما قفلت ده انا بقى عندي اوبجكت في البروجكت بانل بتاعتي اسمه تايتل 01 هاخده وارميه عندي هنا لما اترمى عندي ادي الفيديو شغال واول ما يجي يبقى بحاجه بالمنظر ده ممكن نضيف ترانزيشن مثلا نقول والله ان احنا عايزين ديسولف كروس ديسولف قدام وورا واحده هنا واحده هنا زوم ان شويه ونحاول ايه بالسيلكت تول نمسك دي ونقللها شويه
ونمسك دي ونقللها شويتين وتعالى كده نعمل بلاي، فتلاقي ان انت عندك حاجة بالمنظر ده وبتختفي كده. طيب انا حاسس ان المساحة بتاعتها صغيرة، اوكي كبرها من هنا. دي بقى مش عايزة stretch tool لان هو automatic text فهو هيكبر معي مفيش اي مشكلة. طيب التكست اللي انت ظبطته ده انت حاسس ان انت عايز تخليه ثابت عشان فيديوهات كتير هتستخدم فيها نفس التكست او نفس الستايل، خلاص احنا عرفنا ازاي نسيبه، لكن عايز تستخدم نفس التكست بالستايل بتاعه بكل حاجه. هقدر اجي من فايل واقول والله اكسبورت واقول له تايتل، بس امتى؟ لما ابقى واقف على التايتل بتاعي اهو اكسبورت واقول له تايتل واطلع التايتل بتاعي باكستنشن هيقراه البريمير تاني في اي بروجكت تاني مثلا. تعالى كده نجرب نعمل حاجة، عايزين نكتب سوري كنترول زي، انا عايز امسح التكست تمام. ممكن عايزين نكتب كلام يمشي بالعرض كده او يطلع من تحت لفوق. اوكي تايتل نيو تايتل، مش هختار ديفولت ستيل، هختار رول او كراول. ممكن ما اعملهاش من هنا، هو ممكن اجي اقول والله نيو تايتل اوكي واجي من هنا اختار الزرار ده اللي هو رول اوبشنز، اختار انا عايز النوع بتاع ايه، رول يبقى من تحت لفوق، كراول يبقى ليفت يبقى من الشمال، رايت يبقى من اليمين. وعندي حاجه اسمها بري رول وبوست رول، انت عايزه قبل ما يبدا يتحرك، هو هيتحرك كده على الشاشه زي شريط الاخبار من اليمين شمال يمين او من تحت لفوق وات ايفر انت هتختار ايه، فانت عايزه يثبت شويه مثلا. طب عايز يثبت كام فريم، وعايزه بعد ما يتحرك يثبت كام فريم، وعايزه هو بيتحرك بدايه الحركه تكون سرعتها عامله ازاي ونهايه الحركه تكون سرعتها عامله ازاي. دي البارامترز بالظبط، البري رول والبوست رول هيثبت قد ايه في البدايه والنهايه، والايزي ان والايزي اوت. الايزي ان والايزي اوت هي عباره عن السرعه بتاعه الدخول والخروج، او ممكن اعمل تشيك على ان انا هبدا ستارت اوف سكرين واند اوف سكرين، فدول خلاص بقى اوف معايا فيبدا دايما من بدايه السكرين لاخرها تمام اوكي. وتعال نكتب التكست بتاعنا، نكتب مثلا حماده مثلا تمام اوكي. هقفل على كده وامسك التايتل بتاعي ده وارميه اهو، ممكن اكبره بحيث ان الكلمه تبقى تاخد مسافه كبيره وهي بتتحرك، فتلاقي حاجه بالمنظر ده اهو بلاي حاجه بالشكل ده. لو قللتها هتبقى اسرع، هتبقى بتطلع بسرعه مش عايزه ستريتش برده. طيب اوكي ممكن بقى حاجه اظرف من كل ده، واحنا عندنا مشكله طبعا احنا مش هنعرف نكتب عربي، فلو انت عندك فوتوشوب بيكتب عربي ممكن نعمل حاجه ظريفه جدا. همسح اللاير دي واجي والله من فايل واقول نيو واقول والله انا عايز فوتوشوب فايل. طيب النيو فايل بتاعي بنفس الويدث والهايت اوكي، هتسيبه فين الفوتوشوب فايل؟ على في اي حته اوكي بي اس فايل تمام. اوتوماتيك هو هيفتح لك السوفت وير بتاع الفوتوشوب عشان تبدا تديزاين الفايل اللي انت عايز تظبطه، وهيجي عندي اي تغيير بعدين تعمله في الفايل وانت فاتح الفوتوشوب وتعمل سيف اوتوماتيك هيحصل ابديت في البريمير. طبعا دي تديني ميزات كتير ومنها ان انا اقدر اكتب عربي. دلوقتي انا جوه الفوتوشوب اوتوماتيك بتفتح لي نيو دوكيمنت، محطوطه الخطوط دي هي نفس الخطوط بتاعت التكست عشان اقول لي فين السيف اريا. اقدر اجي دلوقتي بالتكست بتاعي اوكي اقدر اجي هنا وارسم اللير بتاعتي دي كده وابدا اكتب عربي مثلا السلام عليكم مثلا تمام. ونقدر نيجي والله نرسم شيب كده اي شيب مثلا ايدي مثلا مش عارف نعمل احنا عايزينه بقى. بعد ما نخلص خالص سيف كنترول اس سيفت الكلام ده، تعالى في البريمير بقى خد الكلام ده الفايل ده وارميه هنا تمام. ماشي كده هتلاقي ايه كلمه السلام عليكم اللي فوق اهي، هي عشان سودا ممكن تعال نغير لون نخليه ابيض في الفوتوشوب مثلا، نخليه اي لون مش عارف انا ايه اللي يناسب ما اخدش بالي، ممكن يبقى اوكي ممكن يبقى ابيض. وكنترول اس وتعال نبص في البريمير كده نمسح الفايل ده من هنا اهو ونرميه تاني اهو، هو ما تسيفش عندي ولا تسيف انا سيفت
سيف المفروض تمام اهو، حصل ابديت اهو، كلمه مكتوبه قدامي اهي. طبعا طب اوكي انا عايز احركها، طب انا ممكن ادبل كليك هنا اهو. فطبعا ده ينفع على اي لاير، مش على التكست بس ولا على بتاعه الفوتوشوب بس، على اي لاير اقدر دبل كليك واقدر احرك اللاير بتاعتي اللي هي التراك اللي واقف عليه، التراك كله او الفيديو ده اهو تمام. واقدر اعمل روتيشن، سوري اعمل روتيشن كده، اجي من الطرف كده الاقي ان الكيرسر بتاعي ايوه اتغير بقى كده، ممكن اكبره هيبقى كده لحجم المنظر ده مثلا. تمام كده احنا اتكلمنا شويه على التايتل والتكست وازاي برضو الحته دي تنفع مع كل اللايرز. فممكن تبقى عامل شاشتين جنب بعض اربعه، يبقى عندك اربع فيديوهات تعمل بنفس الكنترول ده، تقدر تقسم تحط اي شاشه تعملها ريسكيل وتحطها في اي مكان انت عايزه. هتكلم في الفيديو النهارده على الافكتس في البريمير. فمبدئيا انا عندي فيديو، هنعمل بلاي للفيديو حاجه بالمنظر اللي قدامي ده. تمام هنبدا نتكلم على الافكت. فمبدئيا انا بمسك الفيديو بتاعي، هلاقي ان هو في النص في حاجه اسمها الافكت كنترولرز، ولو ما لقيتهاش هجيبها من ويندو افكت كنترولرز. هلاقي ان احنا عندنا شويه كنترولرز، اول حاجه الايموشن كنترولر والاوباستي والتايم ريمابنج والفوليوم. مش هتكلم على الاوديو دلوقتي، هتكلم على الموشن. الموشن كنترولر لو دوست على الحته البيضه دي تمام هقدر اتحكم، اقدر اعمل اصغر الحجم بتاعي، اعمل روتيشن ليه، والكلام ده كله كنت ممكن اعمله بدبل كليك ان هو في النص لو ما كانتش معايا، اوتوماتيك هياكتف الموشن كنترول. جوه الموشن كنترول لما نفتح هنلاقي في حاجه اسمها البوزيشن، سكيل، روتيشن، انكور بوينت، انتي فليكر. طب البوزيشن هو عباره عن ايه؟ عباره عن الانكور بوينت دي مكانها، يعني المربع ده هو الانكور بوينت، فالانكور بوينت دي مكانها فين بالنسبه للويتس والهايت بتاع الفيديو نفسه، بتاع الفيديو ده بتاع السيكونس نفسه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو جيت صغرت مثلا الفيديو كده مثلا، تعالى نمسك الجزء ده ونصغر، فتلاقي ان البوزيشن هو هو. ليه؟ لان الانكور بوينت اللي هي النقطه الاساسيه او اللي هو المحور بتاعي اللي بعمل روتيشن وبتعامل دايما بناء عليه، او الاوريجين بتاعي هو في النص، السنتر بتاعي في النص. فهو بالنسبه للويندو هو المفروض على بعد كام؟ 640 في الاكس و360 في الواي. ليه؟ لاني عندي 0 0 بتاعه الادوبي دايما بتكون في الكورنر الشمال فوق. تمام. طيب انا دلوقتي ممكن اتحكم في السكيل بالمنظر ده، ممكن اتحكم في البوزيشن. فلما اعمل كده يبقى الانكر بوينت بعدت شويه اكتر في الاكس، فمسافه طولت عن النقطه اللي هي الاساسيه اللي هي 0 0 في الاكس. لو حركتها في الواي لتحت معناها ان المسافه من هنا لحد هنا اللي هي توازي الانكر بوينت كبرت، وهكذا. الروتيشن هعمل روتيشن، لما باجي اعمل روتيشن بعمل روتيشن على الانكر بوينت. فلما تيجي تعمل روتيشن كده فبيروتيت على الانكر بوينت. طب انا ممكن احرك الانكر بوينت نفسها، اقدر اتحرك بالمنظر ده كده. انا بحرك الانكر بوينت ما بحركش الفيديو، خلي بالك ما بحركش البوزيشن، بحرك الانكر بوينت. والبوزيشن ما هو ثابت في مكانه لانها ريلاتيفلي الشاشه بتاعتي. طبعا هو ليه بيتحرك معايا الفيديو؟ لان في روتيشن، يعني حركت الروتيشن بزيرو تمام وحرك الانكر بوينت. فانا كده بقول ان الانكر بوينت هتبقى مكانها فين بالنسبه للفيديو. فلما بحرك في الاكس يبقى هي المفروض انا كده مثلا بقربها شويه للفيديو، يعني البوزيشن بيبقى ريلاتيف للاوريجين اللي هو اللي هنا. اما الانكر بوينت فهي ريلاتيف للفيديو نفسه اللي هو السنتر بتاعه الاوريجين بتاعه 0 0 في الركن ده. تمام. فطبعا ممكن دلوقتي مثلا اجي امسك الانكر بوينت بتاعتي احركها مثلا، نخليها نكتب هنا 0 ونكتب هنا 0، فالانكر بوينت بتاعتي بقت هنا اهو. والبوزيشن ممكن احرك كده، فكده بيحرك الانكر بوينت ريلاتيف للويندو. ولما اجي اعمل روتيشن تبقى حاجه بالمنظر دوت. تمام. طيب الاوباستي طبعا هي الشفافيه، ممكن كنا نقدر نلعب فيها من تحت ان هو زي ما وريناها قبل كده ليكم، او ممكن من الاوباستي ان هو تقللها وتزودها. في حاجه اسمها بلندنج مود، لو عندي تراك ده وفي تحته تراك تاني، فالتراك ده لو نورمال معناه ان هو يغطي كل اللي تحته. لو هو مثلا مالتي بلاي معناه ان كل بيكسل في كل فريم هتتضرب في كل بيكسل في الفريم اللي تحته، وهكذا. زي الفوتوشوب بالظبط، او زي التعامل بتاع البلندنج مود مع اللايرز في الفوتوشوب. التايم ريمابنج هنتكلم عليها بعدين. اللي عايز اقول لك عليه ده اهم حاجه، تعالى نرجع دي 100%، او ممكن نعمل ريسيت لكل حاجه كده. تعالى كده نعمل سكيل نصغرها شويه ونجيب البوزيشن بتاعي شمال شويه. اهم حاجه العلامه بتاعت الستوب ووتش او بتاعت الساعه اللي هي موجوده هنا اهو،
العلامه دي هي عباره عن ان انا بفتح الانيميشن، بعمل اون للانيميشن، معناها ان اي تغيير ده هيتسجل ككي فريمز. يعني دلوقتي لو دوست اون كده وحركت التايم بتاعي كده وحركت البوزيشن مثلا بالمنظر ده، اوتوماتيك هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في عندي في الميني ريبرزنتيشن للفيديو بتاعي في كي هنا وفي كي هنا، تمام. ممكن نمسح اي كي منهم، بس خلي بالك ان انا دلوقتي ضفت انيميشن للفيديو، ممكن الانيميشن دي يبقى في سكيل، افتح ستوب واتش هنا واقول والله انا عايزه يكبر، وارجع لهنا اهو واقول لا انا عايزه يبدا صغير، فنلاقي ان احنا حاجه بالمنظر ده. ممكن وانا جاي يمشي اخليه يصغر، تبقى حاجه بالمنظر ده، تمام. طيب ممكن نتعلم من الروتيشن، فنقول والله ان احنا عايزين روتيد بكي فريمز وهكذا. طيب طيب تمام خالص. لما بقف نوع الفيديو تمام وانا عامل كي فريمز، بيبقى في عندي تمثيل للحركه اللي انا عاملها. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما انت شايف كده في خط بيقول لك ان الفيديو بتاعي يمشي من هنا لحد هنا، وما دام هو ماشي في خط مستقيم فدي بنسميها لينير لينير ترانسفورميشن. ممكن نخليها بيزير، يعني ايه بيزير؟ يعني يبقى فيها كيرفات. ممكن اخد بيبقى فيه هاندل كده اهو، ممكن امسكه فاعمل كيرف، فيبقى الفيديو بتاعي بيمشي كده الكيرف ده، تمام. ممكن لو انا خليت النيكي الاخيره دي انا مش عايزها امسحها، واخليني انا هنا اهو امشي شويه بس كده حاجه بالمنظر ده، تمام. ممكن اخد الهاندل دي واحرك فتبقى حاجه بالمنظر ده، فيبقى الفيديو بتاعي ماشي بكده. طيب ممكن طبعا كل واحد كل بوينت بيبقى ليها تو هاندلز، يعني ممكن يبقى في هاندل في هاندل ثاني للبوينت دي. سوري ممكن تكون مش باينه شويه، بس ايه لو احنا حركناها كده فهو في هاندل ثاني في النص تقدر تتعامل معاها اهو زي ما احنا بنحرك اهو، تمام. لو دوس كنترول فانت كده فصلت الريليشن بين الاثنين هاندل، فممكن تبقى حاجه بالمنظر اللي انت شايفه ده، تبقى حاجه بالمنظر ده، تمام. نفس الكلام طبعا في الروتيشن وفي السكيل. ممكن اسلكت اي كي من دول امسحهم، او اسلكت كل الكيز وامسحها. ايه كمان ممكن نتكلم فيه؟ ممكن نعمل كنترول زد نرجع الكيز، ونمسك الكيز دي وكليك يمين ونروح نقول له حاجه اسمها temporal interpolation. ممكن اغير النوع بتاعهم من linear لبيزير لاوتوبيزير، تمام. ممكن نمسك مثلا نمسح دي في النص ونمسك دي مع دي وكليك يمين، ونلاقي حاجه اسمها spatial interpolation. فدي المفروض السرعه اللي بينهم هتبقى عامله ازاي، linear ولا ال سوري معلش انا اسف قصدي السبيشال، انا اسف جدا. التيمبرال هي السرعه، انا اسف، هي التيمبرال هي السرعه، سرعه بدايه الحركه وسرعه نهايه الحركه من كل كي لكل الثاني. فعايز اخليها لينير فما يبقاش فيه تسارع، يعني زي بدايته زي نهايته، ولا بيزير وتحكم انت في الدخول والخروج، او ممكن تختار ايز ان وايز اوت، اللي هو ان هو يدخل سموث ويخرج سموث. فممكن اختار ايز ان واختارهم ثاني واروح اقول والله عايزين في التيمبرال واقول له ايز اوت. وممكن طبعا اتحكم بقى في السبيشال في السبيشال، اخليها لينير او بيزير زي ما انت عايز. اوكي تبقى حاجه بالمنظر ده، تمام. كده يعني مقدمه بسيطه على شويه ترانسفورميشن. هنبدا نتكلم على الكي نفس الايفكتس نفسهم، الايفكتس نفسهم بغض النظر عن الايفكت الجاهزه اللي مع اي ميديا معاك. احنا عايزين نتكلم عن انا عايز اضيف ايفكت على الفيديو. تعال نمسح كل الكيز دي، يعني عشان نمسحها ممكن برضو ببساطه نفتح كده ونقفل ستوب واتش، فيقول انت كده تدلت كل الكيز. اوكي التايمر بتاعي وكده خلاص، نعمل ريسيت للموشن بحيث ترجع فيديو زي ده، تمام جدا. طيب مبدئيا عشان اضيف اي افكت ببساطه جدا، باجي من هنا اهو من الجزء بتاع الافكت اللي تحت، ولو مش باين هتيجي من ويندو وتقول افكت تعمل تشيك عليها، ونيجي نفتح فيديو افكت. فيديو افكت عندك هم قسمهم لكاتيجوريز او لفولدرز، وكل فولدر فيه شويه افكتات الخاصه. لو انت عارف اسم الافكت بتكتب اسمه او بدايه كام حرف منه، ان هو مثلا انا عايز مثلا اعمل بلير مثلا او جاوزن بلور مثلا، فهتيجي تكتب بلور فيقول لك جاوزن بلور، تقدر تضيفه على الفيديو بتاعك. هضيفه ازاي؟ بمسكه واشده كده وارميه على الفيديو، مفيش اكتر من كده، تمام. طيب لما بضيفه على الفيديو القايمه بتاعت الافكت كنترولرز فيها الافكت متضاف، افتح وابدا اتعامل مع البارامترز. كل بارامتر من دول ليه
تايمر ممكن اخليه بالكي فريمز يتغير مع الوقت، قيمته تتغير يعني ممكن ابدا الفيديو بتاعي الكليرنس بتاعتي تكون حجم المنظر ده، وافتح الكي فريم هحرك هقلب الكليرنس بتاعتي في المنظر ده، بعد كده انا اهو اقلل الكليرنس بتاعتي في المنظر ده، بعد كده امشي شويه، بعد كده اعلي الكليرنس بتاعتي. طيب تعال نعمل بلاي كده، حجم المنظر ده قلت سبتت زادت. المسافه بين دي ودي هي ان هو كانت شارب، مفيش كليرنس ولا حاجه، هنا 115 فما لحقش يقعد شويه شارب. يعني بص اول ما بقى شارب راح للبلاي تاني، فممكن عشان اثبت حاجه زي كده باخد الكي وكنترول وابريست هنا، فكده الفتره دي الكليرنس بتاعتي زيرو، فكده انا حافظت على الجزء ده ما فيهوش تاثير بتاعي. طبعا عايز ديليت الافكت بقف عليه ودوس ديليت، ممكن اضيف كذا افكت على الفيديو ترتيبهم بيفرق معايا، اول واحد من فوق هو اللي بيطبق الاول واللي تحته وهكذا وهكذا. نمسح البلايرنس مثلا، تعال نشوف شويه افكت كده بسيطه. طبعا ممكن اي افكت بعد ما تظبطه وتخلص كل حاجه شويه بارامترز معينه فيه تعمله سيف از بريسيت، يعني مثلا كنترول زد نرجع للجاوسن بلور اقدر امسك ده دلوقتي، انا عايز اقول له سيف بريسيت هسيبه وبسيفه باي اسم انا عايزه، بدوس اوكي فيتضاف عندي في البريسيتس. ايه لازمتها؟ ان انا ممكن يبقى عندي افكت انا عملته وعايز اطبقه على 50 فيديو بالبارامترز اللي انا ظبطتها، فخلاص انا بسيفه كبريسيت بالبارامترز بتاعته، وبجاست بفتح الفولدر اللي انا ظبطته فيه وامسكه وارميه على كل الفيديو اللي عندي. طيب تعالى كده نفتح بقى الفيديو افكت، تعالى نشوف شويه حاجات. مثلا البلور مثلا دي مسؤول عن الزغلله ان تخلي الموضوع مش شارب مثلا، الكالر كوريكشن كان عليه بعد شويه، الديستورت مثلا ممكن نيجي والله نعمل مثلا ناخد الايفكت ده نحطه عندنا تمام، ونفتح البارامترز بتاعته ونشوف هتلاقي ان انت حاجه بالمنظر ده، ممكن تعمل حاجه بالشكل ده، ممكن طبعا احط كي فريم فمثلا يبدا الموضوع بزيرو تمام. سوري نبدا من السي تي اي بتاعتي في الاول، فنبدا الموضوع بزيرو ونمسح الجاوسن برو مش عايزينه تمام، ونحرك كده ونخلي الراديوس بتاعي يبقى حجم المنظر ده، هتلاقي ان انت الفيديو بالمنظر ده تمام. هتلاقي بقى افكت كتير، ممكن مثلا زي مثلا ايه نقول ممكن نحط نويز مثلا على الفيديو بتاعك، عايز تحط شويه نويز مثلا حجم المنظر ده، نفتح النويز ونبدا نزود اماونت بتاع النويز تمام. ممكن نحط مثلا حاجه زي كده تمام، حاجه تاثر معايا في الالوان بتاعتي بالشكل ده وهكذا. فانت ممكن تجرب الافكتس، مش هينفع اتكلم عليهم كلهم، لكن اللي عايزين نتكلم عليه شويه هو الكالر كوركشن. كالر كوركشن ان انا بعمل تعديل للالوان اللي موجوده عندي في الفيديو، فانا عايز اعمل تعديل او تصحيح الوان تمام، فبفتح البار بتاع الكالر كوريكشن بلاقي شويه فلترز ممكن تضاف كتير جدا. فانا عندي في الكالر كوريكشن بقى عندي حاجتين اساسيين، حاجه اسمها البرايمري كالر كوريكشن والسكندري كالر كوريكشن. البرايمري كالر كوريكشن دي بتطبق على الفيديو ككل، السكندري دي بتطبق على اجزاء من الفيديو. يعني مثلا البرايمري بتحط على الفيديو كله ملوش دعوه باي حاجه، هو بيطبق كالر كوريكشن على الفيديو كله. اما السكندري كالر كوريكشن فبتعمل ايه؟ فممكن تقول لك والله انا اقسم الفيديو بتاعي لثلاث اجزاء مثلا، الجزء بتاع الاجسام الغامقه والجزء بتاع الاجسام الفاتحه والجزء بتاع الاجسام اللي في النص، ويبدا هو يظبط الالوان بتاعتهم زي ما انت هتحتاج. فمبدئيا هناخد حاجه اسمها الفاست كالر كوريكشن، وده يعتبر برايمري كالر كوريكشن، وهنحطه في المنظر ده ونفتح الفولدر بتاعه. هتلاقي ان انت عندك الدايره دي اللي فيها الالوان دي بتقول لك انت ايه المشكله اللي عندك في الفيديو. انت حاسس ان الفيديو ده مثلا ميال شويه للون الاورنج، فهو حتى تلاقي ان كل حاجه كانها مصبوغه شويه باللون الاورنج، فعشان اعمل كالر كوركشن بمشي في الاتجاه المعاكس فبعمل حاجه بالمنظر ده تمام. كده عملت لي تغيير في الالوان، طب انا مش حاسس قوي، خلاص يبقى احنا نخلي الورك سبيس بتاعتنا مش ايديتنج، نخليها كالر كوركشن. فلما نخليها كالر كوركشن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي في الجزء ده الخاص بالسورس اللي هو من غير اي اضافات، السورس مش موجود عندي اوكي، فانا ممكن انا اسف ادبل كليك عليه كده عشان يبان ده الاوريجينال فيديو، وده اللي بعد التعديل الفيديو بعد التعديل، ودي ريفرنس ويندو بتبين حاجات ممكن نستخدمها وهنشوف استخدامها دلوقتي. طيب مبدئيا انا الفيديو بتاعي كان كده بالكالر كوريشن، بقى كده
طيب ايه المربع ده؟ المربع ده انا ممكن اشوف حاجه من الاثنين، حاجه اسمها الفيكتور سكوب وحاجه اسمها واي سي ويف 4. الفيكتور سكوب دي بتقول لك ان توزيع الالوان عندك عامله ازاي. يعني بص شايفين الشخبطه الخضراء دي، دي معناها كل بيكسل بتلعب بتاخد قيم ايه. وهنا عندك الريد والجرين والبلو والسيان وشويه الوان كده هم مقسمهم لك. المهم ودي اهم حاجه عندك، ان انت المفروض ما تزيدش عن المربعات الاخيره دي، لان ده الليمت بتاعك. الليمت بتاع ايه؟ بتاع البرودكاست. يعني لو انت عايز تخلي الفيديو بتاعك ده هيبقى هيدخل على هيطلع ك ان تي سي اس سوري ان تي اس سي او بال، فمفروض كل واحد من دول يبقى ليه قيود، فالقيود هي المربع الاخير. تمام؟ فانت يستحسن وانت جاي تشتغل تخلي بالك ان انت الكالرز بتاعتك ما تزيدش عن المربع الاخير. فانا دلوقتي هو لسه في السيف سايد، ما زدتش عن المربع الاخير بتاعي. تمام؟ تعال نعمل زوم اوت كده نتحرك. فلحد دلوقتي تمام مفيش مشكله. طيب الحاجه الثانيه عايزين نتكلم عليها هي الايه؟ هي الواي سي ويف فورم. الواي سي ويف فورم بتبين لك ايه؟ بتبين لك توزيعة اللومة. تمام؟ الاضاءه بتاعه الفيديو عامله ازاي. فالمينيمم هو الجزء اللي مش مضاء اللي هو الاسود يعتبر، والماكسيمم هو الجزء الابيض. فلو هنشتغل بالبال، لو انت جاي تختار السيكونس مختار السيكونس بتاعك يكون بال، فلازم تبقى عارف ان هو شغال بالفولت، والفولت هو اقل قيمه عندك. اقل قيمه عندك هي الواحد، واكبر قيمه عندك هي ال100. تمام؟ سوري، اقل قيمه عندك هي 3 من 10 واكبر قيمه هي الواحد. اما ال ان تي سي اس، ان ال ان تي اس سي هي اصغر قيمه 7.5 واكبر قيمه بال100، ويبقى شغال بالاي ار اي. فانا عشان في الفيديو بتاعي انا شغال بالفي، عشان انا في الفيديو بتاعي شغال بالفي اللي هي الفولت اللي هي البال خاص بالبال. فانا دلوقتي لازم اكون في 3 من 10 ويكون ماكسيمم بتاعي هو 1. فانا الى حد ما 1 والى حد ما 3 من 10، فانا برده في السيف سايد. تعال نشوف باقي البارامترز عندي في الكلر كوريكشن. هتلاقي مثلا ان انا ممكن طبعا ممكن اختار ان انا الكلر كوريكشن بتاعي يكون الكومبوزيت اللي هو الفاينل بتاعتي، او اللوما اشوف النومه بتاعي، او الماسك لو في ماسك. فاهم؟ فانا ممكن دلوقتي مثلا اظبط الهيو انجل بتاعتي، فانا كده بغير التوزيع. طبعا شايفين التاثيرات عامله ازاي. يعني ممكن دلوقتي انا اعمل باك كنترول زي وابدا احرك دي. بص التاثيرات، طبعا شايف انت دلوقتي احنا زدنا على الواحد، بقينا في 1.1 وزننا. تمام؟ فهو اصح حاجه هي ان احنا نبقى اخذنا بالنا ان الاورنج هو اللي ساطع في الصوره، فاحنا عايزين نمشي في اللون المعاكس ليه عشان نعمل كلر كوريكشن صح. تمام؟ ممكن نزود الجين بتاعك، ممكن تقلله زي ما انت عايز. كنترول زي هرجع للديفولت. ممكن نزود الساتوريشن بتاعك، تبقى حاجه مثلا بالمنظر ده. بس خلي بالك احنا زدنا عن الواحد وقللنا على الثلاثه، فنقللها شويه. فين الساتوريشن؟ نخليها مثلا حاجه بالمنظر ده. تمام؟ ممكن تيجي تختار البلاك ليفل والوايت ليفل. انت عارف ان اللون الاسود في الصوره دي هو مثلا، تعالى كده نحرك الفيديو نشوف مثلا هو لون مثلا العصفور ده او الغراب ده. فهاجي اعمل بيك واختار اللون بتاعه تقريبا. نحرك بس لحد ما نوصل لاحسن حاجه. اوكي، احنا ممكن نختار اي حاجه ونعدلها بعدين. مثلا حاجه زي، او ممكن نختار مثلا حاجه زي الغامقه دي. اوكي، دي اسود حاجه عندي. والابيض عندي مثلا هو لون اتوبيس بس، الحته البيضاء دي حاجه من المنظر ده. فيبقى كده انا بقول له ان الابيض بتاعي في الفيديو كذا والاسود بتاعي في الفيديو كذا. طبعا شايفين الفرق فين بين الفيديوهين، الفرق باين جدا. ممكن بقى تتعامل مع الانبوت بلاك، تحركه من هنا او تحركه من انبوت ليفل ان هو زي ما انت عايز، او زي ما عملنا بيك. طبعا هو افضل حاجه انك تعمل بيك، بس لو الريزلت بتاعتك مش ظريفه ما تستخدمهاش. ده البرايمري. ممكن نضيف سكندري مثلا، نيجي ان هو والله نقول ان احنا نرجع تاني للايديتنج، مش عايزين نكرر ولا حاجه، عايزين نرجع للايديتنج تاني. وتعالى نضيف سكندري مثلا، هنلاقي في حاجه اسمها 3 واي كلر كوريكت. فلما نيجي نضيفه هيعمل لك ايه؟ الضاف عندي. تعالى نقفل الكلر الفاست اللي هو البرايمري ونفتح سكندري مثلا، هتلاقي ان انت مقسمهم لك لثلاثه ليفلز زي المربع الدايره كنا شغالين بيها، بس بقوا ثلاثه. واحده خاصه بالالوان الغامقه، واحده خاصه بالالوان الفاتحه، واحده خاصه بالميد بوينت اللي هي النقطه اللي في النص. عشان اشوف الموضوع ده بفتح حاجه اسمها التونال رينج. فكده انا عندي الحاجات الجري هي في النص، الحاجات السوداء هي الغامقه، الحاجات البيضاء هي الفاتحه، وابدا اتعامل. سي مثلا انا عايز ايه؟
اخلي دي مثلا بالمنظر ده. تعالى نرجع بس للريزلت تمام، اخلي الاسود مثلا يبقى هو الاسود كان فين، كان تقريبا في الشجر والحتت دي، فاحنا ممكن نخليها رايحه في عكس الاخضر، نخليها في الاخضر شويه مثلا كده تمام، وكانت الفتحه السما فنروح للون اللي هو بتاع السما يعني، ممكن نغيره زي ما انت عايز بس حاجه المنظر ده، وكانت اللي في النص اللي هي اوكي سوري اللي هي الحاجات دي تقريبا زي ما هي مش محتاجه حاجه، ممكن نجرب يعني تقريبا مش محتاجه حاجه. فكده تعالى نقفل الايفكت بتاعنا ونشوف من غيره عامله ازاي، وبي في فرق بس فرق بسيط طبعا. عندي سكندري كاركوليشن، ممكن تغير الموضوع من هنا، ممكن تختار البلاك بوينت بتاعتك تقول له لا والله انا البلاك بوينت بتاعتي كذا، الوايت بتاعي لا انا عايزه يبقى هو ده تمام. فتيجي لما نيجي نفتح التونر هتلاقي ان الموضوع اتغير شويه، فبقت دي معايا في الوايت، ممكن اديها مثلا حاجه عكس الازرق اللي هي كانت واخده لبني شويه، وارجع لي الكومبوست مثلا فتبقى ابيض اكتر، ونشوف كده من غير الايفكت وبالايفكت في فرق وهكذا. دي كده مقدمه على الكالر كوريكشن بسيطه يعني. ممكن ندخل على جزء تاني وهو الكروماتي. طيب نمسح ده ونفتح فيديو زي كده، ونفتح فيديو زي ده تمام. دي انا عندي فيديو زي ده، هو فيديو عبارة عن عربية مدفونة، ممكن اقفل الصوت بس، جميل جدا. وعندي فيديو تاني في راجل متصور وورا خلفية لونها اخضر، حاجة المنظر ده تمام جدا. فانا ممكن ببساطه افصل اللون الاخضر، طبعا ممكن يبقى ار او جي او بي، بس هو يستحسن اللون الاخضر لانه بيبقى اكتر حاجه سنسيتيفيتي للكاميرات فبنستخدمه. ممكن نفصله ونخلي الباك جراوند هي اللي تبان تمام. طبعا لو الراجل لابس تيشيرت خضر هتتفصل معايا، لو عينه خضر هتروح معايا وهكذا. فببساطه باجي من الفولدر الخاص بالكيينج وبفتح، ممكن اختار كذا حاجه، في حاجه اسمها كلر كي بعمل بيك للكلر، ممكن الفا، ممكن اشتغل باللوما كي تمام. فبس احنا هنتكلم عليه عشان مثلا بس هنستخدم الالترا كي، نحطها تديني بارامترز اكتر من الكالر كي شويه، وبفتح الالترا كي وبكل بعمله انا بعمل بيك للكالر اللي انا عايز امسحه، فاوتوماتيك بيتشال. طبعا ممكن ما اشوفش الكومبوزيت، ممكن اشوف الكالر تشانل مثلا، ممكن اشوف الالفا تشانل. فطبعا الابيض هو اللي بيبان، ده الماسك بتاعي، والاسود هو اللي مش بيبان، فباين ان في حاجات برده ما اتشالتش، فالمفروض بحاول اعمل شويه اديتنج. فافتح ان هو ممكن مثلا اعلي الترانسبيرنس مثلا، لا ما ظبطتش معايا، ممكن اقلل الهايلايت شويه تمام، ممكن اقلل الشادو، بس انا خايف مش انا لازم دي تبقى بيضه 100% عشان ما ياخدش حاجه من الراجل، ممكن اعلي التولرانس شويه تمام. ممكن طبعا تعمل كلر كوريكشن عشان تميكس بين التو فيديوز، يعني تعالى نرجع كده للكومبوزيت ده مع ده، فانا ممكن اقلل الساتوريشن شويه بتاعه تمام، اقلل اللومه، لا سوري ازود اللومه بقى عشان الفيديو بالنهار فتبقى حاجه بالمنظر ده تمام. ممكن مثلا والله نيجي عند الراجل ده نصغر بس السكيل بتاعه شويه ونقلل البوزيشن بتاعه مثلا، تبقى حاجه مثلا بالمنظر ده. تعال نعمل بلاي. Hey, what's up guys? John here. Just thought I'd give you a little demonstration on what I do every day at work. Here I am in my video studio. تمام. طيب لو الراجل ده بيتصور وفي عند يعني وانا بصور ورا خلفيه خضراء، في عندي حاجه باينه مثلا اللايت، مثلا الامبريلا بتاعت اللايت باينه، اي حاجه باينه، فانا بستخدم حاجه اسمها الجاربج مات. فناخد مثال على كده بسيط، عندي مثلا حاجه زي كده ونحط ده هنا، فنلاقي ان الراجل ده متضايق من نفسه، ده باين فيه جزء ان هو يعني حتى لما هضيف الالترا، اي نعم هو الفيديو كارت بتاعته مش قويه فممكن يعمل مشاكل، وافتح الالترا واعمل بيك للكالر حاجه بالمنظر ده، مش هنقعد نظبط يعني، بس انا عايز اخد الفكره العامه بتاعت الجارفيج مات. فالجزء ده ما فيهوش اخضر بس معايا في الفيديو، فعشان اشيله هعمل زي كاني بعمل ماسك بقول له ان الجزء ده مش معايا، فاستخدم عندي حاجه اسمها ايه 4 بوينت جاربج مات او حاجه اسمها 8 بوينت جاربج مات على حسب ما انت عايز كام نقطه تحكم. فممكن نخليها 4 بوينت مثلا نحطها هنا اهو، فهنقف على ال 4 بوينت جاربج مات من اهو، ونقدر نسحب البوينتس بتاعتي بالمنظر ده، يعني نسحب البوينت دي اهو
ونسحب البوينت دي اهو. معلش نغير بس اهو الفيديو باي شويه حاجه مثلا بالمنظر ده. طيب انا كده الجزء ده ما بقاش معايا في الفيديو. تمام يعني ممكن بقى لما نيجي نظبط بقى الترانسبيرنسي بتاعتي مش عارف الهايلايت نقلله نعلي الثري شولد شويه نكتر التشوك بتاكل منه شويه السوفتن ينعمه شويه عشان مع البايت جراوند الميد بوينت نحاول مش هتاثر معايا الكونتراست نحاول نقلله برده مش نافع يعني هو احنا عايزين يبقى الجزء ده يتاكل برده ممكن يشيله برده من الجاربيج مات المنظر ده تبقى حاجه مثلا بالمنظر ده تمام. طبعا جاربيج مات بتاعتك انت سين الراجل اللي راح يتحرك يمين شويه انا ممكن احط افتح هنا لان في عندي كل بوينت من الاربعه ليها الكي ممكن تحركها مع الوقت وهكذا تمام. طيب تعال نتكلم بقى على اخر حاجه عندنا في الافكتس وهي التايم ريمابنج. يعني مثلا انا عندي فيديو زي الفيديو ده لما احطه بالمنظر ده تمام الفيديو تمام كده انا ممكن كنت اسرعه او ابطئه من الاستريتش تول ابطئه او اسرعه كان بيسرع معايا الاوديو وكان بيسرعهم كلهم بنفس الريت. ما كانش ينفع انا اقول والله ان هو الفيديو هيبقى بطيء وبعد كده يسرعه وبعد كده يبطا. هتقولي طب ما انا ممكن اقسم الفيديو اقطعه تمام بس مش هينفع يروح سموذي من ده لده. فعشان اعمل الموضوع ده ببساطه تعالى كده نمسك السليكشن تول. انا مش عايز التراك ده ولا التراك ده في حاجه. هديليت تراكس ديليت اوديو فيديو اكبر التراك ده شويه تمام. الخط ده الاورنج كان بيقول هو عباره عن اوباستي فانا مش عايز اخليه عباره عن اوباستي فاعمل ايه؟ اجي من فوق هنا هو اقول له والله عايز اخليه تايم ريمابنج سبيد تمام. وممكن برضو عشان اريح نفسي ما اشوفش الكونتنت فهخلي بس ان يبقى في لاين بس مهم تايم ريمابنج. ولما ادوس كنترول هقدر احط كي بوينتس هنا. لما حطيت كي بوينت فبقى عندي ستارت وعندي اند والخط اللي في النص ده بقى بيمثل لي سرعه الفيديو. فلما اعليها بيسرع ولما انزلها لتحت بيبطا وهكذا. فسين انا عليتها بالمنظر ده فبقى ثانيه. تعالى نعليها اكتر نخليها كده. فتعالى كده نحرك الفيديو مره واحده بيسرع. يعني ممكن برضو عشان اسلكت الكي بوينتس بقف عليها واقف على الثانيه كنترول سوري او ممكن بالت الت الت وسلكت والت وسلكت احرك دي شويه كده انا اسف Alt دي وحركها امسك دي وبالت وحركها تمام. فتعالى كده نشوف يعني انا عايز الراجل بس العجله يبقى عندي في الحته السريعه. فتعالى بص كده هتلاقي ان الراجل مره واحده اسرع. فطبعا مفيش سموث بين ان هو كان بطيء واسرع. فعشان اخلي فيه نعومه انا عندي كل كي منهم مقسومه نصين. لما احرك كده فشايف ان في الكيرف بتاعك بالمنظر ده ولما احرك دي شويه الكيرف بتاعي بالمنظر ده تمام. ممكن اعمل ايه اخليه انعم شويه كده واقف على النقطه دي وامسك الهاندلز بتوعي واخليه انعم شويه كده تمام. ممكن احرك دي لفوق وهكذا. طيب جميل جدا تعال كده نعمل بلاي مره واحده اسرع. كنترول زد كنترول زد كنترول زد ارجع لكل ده تمام. هحط هدوس كنترول واحط كي بوينت وهدوس شيفت واحط كي بوينت تاني. انا اسف انا دوست كنترول تاني كده كنترول احط كي بوينت وهدوس شيفت واجر دي كده انا اسف خالص كنترول كي بوينت وهدوس كنترول انا اسف خالص يبقى دلوقتي هدوس كنترول عشان احط كي بوينت وهدوس كنترول تاني واسحب. فكده عمل ايه؟ كده هو حط زحزح الفيديو من الناحيه دي والجزء الفاضي ده هيعمل ايه؟ هيعمل بلاي باك للجزء اللي ورا وبعد كده يعمل بلاي فورورد تاني. يعني بص كده الراجل مشي قدام بعد كده رجع لورا بعد كده كملنا الفيديو بتاعنا تمام. يبقى عمل بلاي باك بلاي فورورد. عملتها ازاي؟ كنترول زد كنترول هحط الكي بوينت وكنترول واسحب الكي بوينت يديني حاجه بالمنظر ده. طيب لو دوست شيفت وانا جاي اكريت الكي بوينت دوست بدل ما دوست كنترول دوست شيفت سوري كنترول شيفت لا 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 هي كنترول بحط الكي بوينت وكنترول الت كنترول الت واسحب انا اسف. يبقى هي نقولها تاني كنترول بحط الكي بوينت كنترول واسحب بتعمل ايه؟ بتعمل بلاي باك. طيب لكن لو حطيت الكي بوينت وكنترول والت وسحبت
بتعمل ايه؟ بتثبت الفريم في الحته دي. يعني بص كده بلاي فريم ثبت، بعد كده كمل بلاي. طبعا الكلام ده كله ممكن نعمل الان والاوت بتاعتنا. طبعا الاوديو ما بتاثرش، ممكن تستريتش الاوديو بعدين او تظبطه براحتك. طبعا نفتح التايم ريمابنج من الافكت، هتلاقي ادي الكيز بتاعتك، ممكن تلغي اللي انت عايزه. كده مقدمه يعني على الافكت. تحاول تجرب بقى الافكتات اللي احنا ما اتكلمناش عنها، ونتكلمنا عنها ونكمل ان شاء الله في الفيديو بعد كده. والسلام عليكم.